السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، والصلاة والسلام على خير رسل الله وعلى آله وصحبه وبعد. الحضور الموقر والأعضاء المشاركين والضيوف الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب مع باقة عطرة من ورود الياسمين والرياحين، وطيب الله أوقاتكم وللخير هدانا وهداكم وفتح لنا ولكم فتوح العارفين. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم في التقديم من فريق منصة أريد الدولية، الأستاذة صفا محمد علي، باحثة من كلية علوم الحاسوب والرياضيات من جامعة الموصل العراق. فحللتم أهلا ووطأتم سهلا وتبوأتم جميعا من جنة الفردوس منزلة. ها نحن معكم نجتمع اليوم في لقاء مميز بكل نشاط وهمة لنسمو نحو القمة، لنقدم لكم الملتقى العلمي الثالث لمجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا برعاية منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين، وبرعاية الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق، مع تقنية النانو تكنولوجي التي تمتلك إمكانات مذهلة للتطورات في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والطب والطاقة وتحسين كفاءة الأجهزة الإلكترونية، لتفتح لنا آفاقا جديدة للتكنولوجيا المستقبلية. هذا الملتقى الرائع لتبادل الأفكار بين العقول المبدعة والمهتمين بالتقدم العلمي، لنجعل هذا الملتقى تجربة استثنائية ملهمة وتحفيزا لنا لمواصلة الرحلة المثيرة لعالم العلوم، ولنحاول تقديم الحلول المبتكرة لتحدياتنا العالمية. ويسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا كوكبة طيبة مختارة من علمائنا الأجلاء، لننهل من علمهم بما يفيدنا في حياتنا ومستقبلنا. نبدأها مع سعادة الأستاذ الدكتور سلوان كمال جميل العاني، رئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا ومديرا لهذا الملتقى. سعادة البروف سلوان، سنستعرض مع حضراتكم نبذة مختصرة من سيرته العلمية المميزة. سعادة الأستاذ الدكتور سلوان كمال جميل العاني، دكتوراه في الفيزياء من جامعة برونيل المملكة المتحدة، وأستاذ فيزياء الحالة الصلبة والمكثفة في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية، خبير وأستاذ الفيزياء النظرية بدولة قطر، باحث في تصنيع الخلايا الشمسية والكواشف الضوئية والأجهزة الإلكترونية وتفاعل الإشعاعات المؤينة مع المادة وعلوم مواد الأغشية الصلبة الرقيقة والأنظمة الزجاجية وتعليم الفيزياء وشؤون التربية والتعليم العالي. نرحب بك سعادة البروف سلوان معنا، بإمكانك التفضل لإلقاء كلمة الافتتاح لهذا الملتقى. تفضل سعادة البروف، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا أستاذة صفاء على هذا التقديم، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. الزملاء المشاركون في الملتقى العلمي الثالث لمجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا المحترمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم بالملتقى العلمي الثالث الذي تعقده مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا للوصول إلى نتائج بحثية تساهم في حركة البحث العلمي العالمية. وتعمل المجلة على استقطاب البحوث الحديثة والمبتكرة التي تعتبر إحدى المحركات الرئيسية للتنمية، وتساهم في تطوير اقتصاد مستدام ومتنوع. تأسست المجلة العام 2017 واصدرت 12 عددا، وتلتزم المجلة بمعايير النشر في المجلات الدولية المحكمة، وتبنت مسوغات ومتطلبات علمية للنشر فيها. وبفضل جهود فريق عمل متفاني في المنصة ومحكمين علميين متميزين، تعتبر مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا
وجهة موثوقة ومرجعية للباحثين، وتسعى دائما للارتقاء بمستوى البحث العلمي والمساهمة في التقدم العلمي والتنمية المستدامة. ولأجل استمرار المجلة بنشر أبحاث حديثة ورصينة، فقد تبنت في العام 2023 فكرة عقد ملتقى علمي شهري بأحد مواضيع العلوم والتكنولوجيا، ليكون رافدا مستداما للمعرفة وللباحثين، وهو مساهمة عربية في مسيرة الحضارة الإنسانية. يعتبر الملتقى منتدى علمي يعرض فيه نخبة من العلماء والخبراء المختصين نتائج أبحاثهم على شكل محاضرة علمية عن بعد، والتي تساهم في فتح آفاق علمية وتقنية جديدة لبقية الباحثين، وتقدم لاحقا كبحث علمي يخضع للتحكيم وينشر مجانا في العدد القادم من مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. وعقدت المجلة في العام 2023 الملتقى العلمي الأول بعنوان تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل البحث الأكاديمي والتعليم العربي. والملتقى العلمي الثاني كان حول الطاقات المتجددة وتحديات التغير المناخي. الزملاء الكرام، وتكنولوجيا النانو هي تقنية تعمل على دراسة المادة وفهمها ومراقبتها بأبعاد على المقياس الذري والجزيئي، وتتراوح ما بين 1 و100 نانومتر، والنانومتر هو جزء من المليار من المتر، أي تتعامل مع تجمعات ذرية تتراوح ما بين 5 إلى 1000 ذرة، وتستخدم في مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجي وعلوم المواد والهندسة. ويعد السيف الدمشقي المعروف بصلابته ومرونته أحد أقدم التطبيقات لتقنية النانو، حيث كانت أنابيب الكربون النانوية موجودة في تصاميم السيوف الدمشقية. وتمت الاستفادة من تكنولوجيا النانو في تلبية العديد من حاجات الإنسان، في تحسين تكنولوجيا المعلومات والطاقة وعلاج الأمراض وعلوم البيئة وسلامة الأغذية، وتقوية فاعلية المواد مع إبقائها خفيفة الوزن وأكثر متانة وتوفيرا بالطاقة، كما في صناعة الطائرات والسيارات وصناعة الشاشات والمجالات العسكرية. ويعد الملتقى العلمي الثالث في مجال تكنولوجيا النانو ويعقد عفوا الملتقى العلمي الثالث بمجال تكنولوجيا النانو بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي فرع العراق، وهو أقرب ما يكون مؤتمرا علميا عربيا ودوليا في عدة تطبيقات، بمساهمة 14 خبير وباحث مختص في مجال النانو تكنولوجي من مؤسسات أكاديمية وعلمية مرموقة، من جامعة بغداد وجامعة ديالى وجامعة الكرخ للعلوم وجامعة الكوفة وجامعة الإمام جعفر الصادق العراق وجامعة جرش الأردن وجامعة بولتن المملكة المتحدة، جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمن، وجامعة الأزهر الشريف مصر، الجامعة الوطنية الماليزية في ماليزيا، وجامعة فرحات عباس الجزائر، والرابطة العربية لعلوم المواد المتقدمة والنانو تكنولوجي فرع العراق، ومجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا في قطر. ويجمع هذا اللقاء العلمي أجيال مختلفة ممن لهم بصمات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وآخرين لا يزالون مستمرين في عطائهم البحثي وبناء قاعدة علمية في بلدانهم. وسوف يقدم أعضاء هيئة تحرير مجلة أريد الدولية والتكنولوجيا 5 محاضرات هذا اليوم. ولكي نستثمر هذا الجهد والعطاء، فإننا نوجه الدعوة لجامعاتنا العربية والإسلامية لتشجيع باحثيها وأعضاء هيئة التدريس فيها لنشر أبحاثهم في مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا وبقية مجلات منصة أريد الدولية المحكمة، وبذلك تكون لهم مساهمة في دخولها أوعية النشر العلمي العالمي، والتي نطمح أن تكون من المجلات ذات معامل التأثير العالي. كما نوجه الدعوة للأخوة الباحثين والمتحدثين في هذا الملتقى المشاركة بأبحاثهم في المحفل العلمي الدولي بنسخته 14، الذي سيعقد في مدينة أربيل العراق خلال الفترة من 1 إلى 5 تموز يوليو 2024. وفي الختام
أشكر الأستاذ الدكتور ثامر عبد الأمير الكاظمي رئيس جامعة الكرخ للعلوم والأمين العام للرابطة العربية للعلوم والمواد المتقدمة والنانو تكنولوجي فرع العراق على رعاية الملتقى، وأعبر عن امتناني العميق لجميع الباحثين والعلماء الذين ساهموا في نجاح المجلة ولجميع من ساهم في عقد هذا الملتقى العلمي لبناء مستقبل أفضل للعلم والمعرفة وتطوير البحث العلمي. وأشكر فريق العمل التقني الذي بذل جهودا كبيرة لإنجاح أعمال الملتقى، وأخص بالذكر الدكتورة مريم قيس والدكتورة هند حسين والمصمم الأستاذ عدنان قلعشي والأستاذ صفاء محمد علي. وندعو الله تعالى أن يتقبل أعمالنا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويبارك في عقولنا وعلمنا، ويوفقنا في إيصال رسالتنا العلمية والبحثية والتربوية لكافة باحثي العالم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزيل الشكر والتقدير لكم سعادة البروف سلوان كمال جميل العاني، رئيس تحرير مجلة أريد العلمية الدولية، على هذه الكلمة المميزة. بارك الله بجهودكم وزادكم إبداعا وتميزا. إن تقنية النانو تكنولوجي أحدثت ثورة حقيقية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وأثبتت فاعليتها على تحقيق تقدم مذهل بمختلف المجالات، أبرزها الحفاظ على صحة الإنسان وفي الأدوات الطبية، وسنكتشف معكم هذه الجوانب المهمة فيما بعد بهذا الملتقى. ونبقى الآن مع كلمة جديدة لسعادة الأستاذ الدكتور ثامر عبد الأمير الكاظمي، رئيس جامعة الكرخ للعلوم، الأمين العام للرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق. ليتفضل سعادة البروف ثامر عبد الأمير لإلقاء كلمته مشكورا. تفضل سعادة البروف، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. يسرنا أن نلتقي مع عمالقة العراق والوطن العربي في المجال البحثي، ونتشرف أن نكون أحد أعضاء هذا الملتقى العلمي الثالث الذي تقيمه منصة أريد بالتعاون مع الرابطة العربية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق، نحو مؤسسة تكاملية بحثية تحاول أن تسوق المنتج البحثي بشكل تطبيقي وبشكل عملي بما ينسجم ومتطلبات التعليم المستدام والتنمية المستدامة، سيما وأن الموضوع الذي يتبناه هذا الملتقى هو موضوع النانو تكنولوجي الذي يشمل جميع الباحثين في مجال الهندسي والتقني وأيضا البحوث العلمية المتخصصة بهذا المجال. ولا يخفى على الإخوان الحاضرين من الأعضاء البارزين أن علم النانو تكنولوجي، علوم النانو وتقنيات النانو وهندسة النانو أصبحت هي الثورة التي تقترب من الثورة الرابعة والجيل الرابع من التفكير في الذكاء الاصطناعي. لذلك لزاما على الباحثين أن يتجهوا بهذه المحاور المهمة خلال ملتقياتهم التكاملية. شكرا لمنصة أريد وللعاملين عليها وللأستاذ الدكتور سلوان العاني، وأحب من هذا المكان أن ألقي التحية إلى أستاذي الذي تتلمذت على يديه الأستاذ رزاق حميد يوسف، وأيضا أن أشارك بقية أساتذتي وزملائي الباحثين في هذا المجال. الأستاذ الدكتور ثامر عبد الأمير حسن الكاظمي،
رئيس جامعة الكهف للعلوم، الأمين العام لرابطة علوم المواد والنانو تكنولوجي فرع العراق. كل الشكر والتقدير لكم سعادة الأستاذ الدكتور تامر عبد الأمير الكاظمي رئيس جامعة الكرخ للعلوم على هذه المشاركة القيمة. بارك الله فيكم، نفعنا الله بعلمكم، ودعواتنا لكم بدوام التوفيق والتميز. نبدأ على بركة الله مع جلستنا الأولى لهذا الملتقى، وأود التنبيه على ضرورة الالتزام بالوقت المخصص 15 دقيقة لكل مشارك. بارك الله فيكم جميعا. نبدأ على بركة الله مع سعادة الأستاذ الدكتور سلوان كمال جميل العاني، عضو الأمانة العامة لمنصة أريد ورئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. عنوان محاضرته لهذا اليوم: الكشف عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة واللدائن النانوية في أنسجة الإنسان. تفضل سعادة البروف سلوان، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذة صفاء، وأعتقد الشاشة موجودة صح، تمت المشاركة فيها. نعم سعادة البروف، واضح. نعم مثل ما تفضلتي سنتكلم بوقت إن شاء الله يكون مختصر عن هذا الموضوع الذي أثير مؤخرا، ولكن هو هناك فرق بحثية كثيرة تعمل عليه، وهو كشف عن جسيمات بلاستيكية دقيقة أو لدائن نانوية في أنسجة الإنسان. دراسات أظهرت يعني منذ فترة طويلة وجود كش أو كشفت عن وجود مواد بلاستيكية أو جزيئات بلاستيكية دقيقة في دم الإنسان. تم اختبار عينات من البشر بأعمار مختلفة، وأظهرت النتائج أنه 80% من هؤلاء الأشخاص موجودة هذه الجسيمات أو هذه البقايا الجسيمات البلاستيكية في الدم، وبالتالي تستقر في بعض أعضاء الجسم. فأظهر طبعا الموضوع ليس يتعلق فقط في الأكل، إنما من تلوث الهواء بدخوله إلى الجسم، وبعض منا يسبب وفيات مبكرة الكثير من أو الملايين. وهنالك أيضا نفايات مثل ما نعرف اللي نستخدمها في حياتنا اليومية، يتم إلقائها في البيئة ويتم تلوث الكوكب بكامله، يعني من نقول بكامله من أقصى جباله إلى أعمق محيطاته. فالمجتمع أيضا يستهلك كثير من الطعام باستخدام المواد البلاستيكية، وهذه طبعا أو يستنشقوها، ووجدوا أيضا بعض من هذه في براز الأطفال والبالغين. لاحظ هنا الأجواء اللي موجودة هاي كمثال في مدينة لندن، لو وجدنا أنه هذه الجسيمات الهوائية أو الجزيئات الهوائية تستنشق من خلال الشعب الهوائية، فتسبب أيضا نوع من الترسب في الرئة وصدر الإنسان. هذه أيضا عندما نرى هذول المتسلقون في الجبال، بدلاتهم أيضا مصنوعة من ألياف الأكريليك اللي هي تقاوم الماء، ويشوف على ارتفاع 8000 متر فوق مستوى سطح البحر. تفاصيل الدراسة اللي أريد أشير إلها، العلماء قاموا بتحليل عينات، أنا أخذت واحدة من الدراسات، طبعا هناك دراسات عديدة وهناك فرق كثيرة تعمل، متبرعين مجهولي الهوية وكلهم بالغين وأصحاء، وجدوا أنه هذول 17% من ال 22 تحتوي أجسامهم على بلاستيك بولي أثيرين تريفثاليت، اللي هو يستخدم في زجاج المشروبات هذه البلاستيكية اللي نشرب بها المي، وثلث منها تحتوي على البوليسترين اللي يستخدم في تغليف الطعام اللي احنا نغلف طعامنا ورا ما نخلصه ونحفظه، او في منتجات تباع في الاسواق من بلاستيكية، وربع هذه الكمية من البولي اثيلين اللي يستخدم نسميه بالكارير باكس او الاكياس البلاستيكية في التسوق. وأظهرت أن هذه الجسيئات البلاستيكية أو النانوية تنتقل في الجسم وتستقر في الأعضاء. تأثيراتها الصحية لا زال غير واضحة، لكن الباحثين تنبهوا ويعملون على أن لا تكون هذه فعلا تسبب يعني بصحة تسبب ضرر لصحة الإنسان، إن كان تلوث الهواء أو الأكل أو الشرب.
هذا نموذج للمواد البلاستيكية اللي قد تتكون في أعضاء الجسم وتسبب تلف الخلايا البشرية. طبعا الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للتعرض في هذا المجال، لأنه حتى يعني تناولهم الحليب أغلب الأشياء تكون في قناني بلاستيكية، فقد يبتلعون ملايين الجزيئات من هذا البلاستيك من خلال تغذيتهم، وهذا يزيد من احتمالية طبعا والقلق على هذه الشريحة من المجتمع. النتائج تشير أيضا التقنيات الحالية قادرة أن تكشف على جزيئات صغيرة قد تصل إلى 0.0007 مليمتر، وأيضا أظهرت عينات الدم أنه تحتوي على نوعين أو ثلاثة من أنواع البلاستيك. هناك باحث أو بروفيسور هولندي يقود فريق بحثي، وهو أخصائي بالسموم البيئية في أمستردام، يقول أنه هو طبعا الدراسة اللي أنشرها تعتبر هي من الدراسات المهمة اللي تؤكد على وجود جزيئات البوليمر في الدم، لكن يقول أنه هذا ليس كافي لأن العينات اللي تم تناولها قليلة تحتاج إلى عدد أكبر من العينات وعدد أنواع من البوليمرات ليتم تقييم الحالة. هذا نموذج للطفل وهو يأكل بقطع بلاستيكية أو يشرب الحليب أيضا أيضا بقطع أو قناني بلاستيكية، وظهرت أنه زيادة أكثر من 10 إلى 20 مرة في برازهم أكثر من البالغين هذا النوع من البلاستيك أو النانوية البلاستيك الناعم. أيضا في الماء، حتى ماء الحنفية وجد أنه يحتوي على ألياف موجودة في كل عينة، وهنالك مقاييس أو بأحجام تم أخذها تتراوح ما بين 4.8 في الولايات المتحدة إلى 1.9 في أوروبا. وهذه توضح لكم التاب ووتر اللي هو مياه يعني الحنفية أو الصنبور اللي ملوثة على نطاق واسع بمادة البلاستيك. ناخذ على اليسار تجدون أنه في الولايات المتحدة ما يقارب من 94.5، أوروبا 72، لبنان 93، وهكذا نستعرض هذه أندونيسيا 76، الهند 82، وأوغندا والإكوادور بحدود 80%. هذه يبين أيضا خارطة في العالم على وجود هذه الجزيئات في الماء. هناك منظمة أيضا وطنية، أو خلينا نقول تعمل لبحوث التنمية في هولندا، تقوم بتأثير أو بتمويل مشروع عن تأثير البلاستيك على صحة الإنسان. ويقول صاحب هذا رئيس المنظمة أنه سيزداد يتضاعف كثير إنتاج البلاستيك حتى لا وصلنا إلى العام 2040. وطبعا حسب ما يقول من الحق أن نعرف ماذا يفعل هذا البلاستيك في أجسادنا. الاتحاد الأوروبي بدأ بتمويل بحوث حول تأثير البلاستيك الدقيق على الأجنة والرضع والجهاز المناعي، وهناك دراسات حديثة تؤكد أن هذه الجزيئات البلاستيكية الدقيقة تتمسك في الغشاء الخارجي للدم أو خلايا الدم، وتقيد قدرتها على نقل الأكسجين. وأيضا وجدت في مشيمة النساء الحوامل، وعندما اختبروا أيضا الجرذان الحوامل وجدوها أن تمر بسرعة عبر الرئتين إلى القلب إلى الدماغ. كما نشرت ورقة بحثية استعراضية عام 21 2021 تقيم أو لتقييم مخاطر السرطان، وطبعا خلصت الدراسة أن هناك حاجة أكثر تفصيل حول تأثير هذا البلاستيك الدقيق والنانوي على أجزاء أو هيكل الجسم البشري، وكيف يعني يمكن أن تساعد هذه ربما في تحفيز وتكوين الأورام، وذلك على ضوء الزيادة التصاعدية في إنتاج البلاستيك. الاستنتاجات طبعا آثار اكتشاف هذه الجزيئات الدقيقة تثير مخاوف كثيرة طبعا على المستوى الصحي والبيئي وانتشارها في البيئة، وتحتاج طبعا رغم أن هنالك أساليب تقنية متقدمة، لكن لا زال هناك حاجة لكشف أو لطرق أخرى أكثر حساسية ودقة لكي نفهم آليات سموم هذه المواد في الجسم. طبعا هناك قوانين أو تشريعات موجودة في دول خاصة دول خلينا نقول العالم الأول
يعني تحدد استخدام هذه المواد اللي تعبأ بها المياه أو الأغذية، المنتجات اليومية أو مستحضرات التجميل. الغرض منها طبعا هو الحد من تلوث هذه الجزيئات، تلوث الجسم من هذه الجزيئات. ولذلك احنا يعني نشجع الحكومات أن تضع يعني تشريعات ولوائح تنفيذية وتنظيمية لتحقيق ضمان سلامة البشر والبيئة من التلوث البلاستيكي. وهذه طبعا الدعوة موجهة إلى كل دول العالم، لا تخص دولة معينة. فلذلك التوصية في هذا الموضوع هي زيادة حجم العينات يعني البشر الذي يتم اختباره، توسيع الأبحاث بحيث تشمل أجزاء كثيرة من جسم الإنسان، وهل فعلا هذه الجزيئات تستقر في هذه الأعضاء، وإذا كان كذلك هل تتسبب في حدوث أمراض أو غلق لمنافذ حركة تلك الأعضاء. فالتوصية أيضا الأخرى أنه ندعو أن الدول أن تقوم بتخصيص تمويل وطني مالي وتشكيل فرق بحثية متعددة التخصصات لتساهم في حل هذه المشكلة. وبس حبيت أسلط الضوء على هذه المداخلة، شاكرا لكم إصغائكم، وبارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والامتنان لجهودكم الرائعة سعادة البروف سلوان كمال جميل، رئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا، على مشاركتك القيمة. نفعنا الله بعلمكم وزادكم إبداعا وتوفيقا. ننتقل معكم ضيوفنا الأعزاء إلى المشاركة الثانية، يقدمها لنا سعادة الأستاذ الدكتور رزاق حميد يوسف، أستاذ علوم المواد والتكنولوجيا في الإدارة العلمية، أستاذ متقاعد من كلية العلوم جامعة بغداد سابقا العراق، الرئيس الأسبق لقسم الفيزياء من كلية العلوم من جامعة بغداد، النائب العلمي والإداري لعميد كلية العلوم جامعة بغداد سابقا، أشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه لأكثر من 70 رسالة بمواضيع تتعلق بفيزياء وعلوم المواد، نشر أكثر من 100 بحث علمي متخصص بعلوم وتكنولوجيا المواد، وشارك بأكثر من 50 مؤتمرا علميا داخل وخارج العراق، ومارس العمل كخبير للمنظمات الدولية المتعلقة بالصناعة وتكنولوجيا المواد، وسيقدم لكم حضورنا الكرام مشاركته الموسومة بعنوان استخدام مواد نانومترية في احتباس ثاني أكسيد الكربون. تفضل سعادة البروف رزاق، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا لهذا التقديم المثمر، وأود بالحقيقة أو بالبداية أن أشكر مجلة أريد والجهة الداعمة للمؤتمر اللي هي الرابطة العلمية لعلوم المواد والنانو تكنولوجي، ولسعادة الأخوة الحضور في هذا المؤتمر، في هذا اللقاء أو من سيشارك لاحقا فيه. الحقيقة هذه المحاضرة هي جزء من بحث أحتاج يعني أكثر من ربع ساعة لتقديمه إذا دخلت به، لكنه اختصرت الجزء الخاص بموضوع المؤتمر اللي هو النانو تكنولوجي من هذا البحث. يبدأ أو يتطلب أن ننطي فد فكرة بسيطة عن ماهية استخدام النانو تكنولوجي بهذا الخصوص. الكل أكيد سمع عن الجلوبال وورمينج أو الاحتباس الحراري ومسببات الاحتباس الحراري، ومن ضمن هذه المسببات هو الكربون دايوكسيد، اللي هو كما تشوفون في هذا السلايد يمثل النسبة الأكبر في التأثيرات. أكو قسم من الغازات اللي هي الجرين هاوس غازز اللي هي تسبب الحرارة، وأكو قسم من بالعكس تعطي تبريد، لكنه كمحصلة
الاحتباس الحراري دا يزيد، وتم تثبيت هذا الموضوع. مسببات ثاني أكسيد الكربون أو مسببات الجرين هاوس غازز، اللي هي الغازات اللي تسبب الاحتباس الحراري، كثيرة، ومن ضمنها مصادر الطاقة ومصادر يعني الترانسبورتيشن والويست ديسبوزال، كل هذه تؤخذ بنظر الاعتبار ونسبها موجودة عالميا. لكن أكثر سبب بالمصابيح هو ثاني أكسيد الكربون، ولذلك دخلت على هذا الخط المنظمات الدولية الخاصة في الاحتباس الحراري، ومن ضمنها اللي هو الـ United Nations Framework Convention of Climate Change، اللي هي عادة يسموها UNFCCC. وتعقد هذه اجتماعاتها السنوية على مستوى يعني ممثلين دول مسؤولين، ومن ضمن هذه المؤتمرات مؤتمر عقد في باريس في سنة 2015، اللي مختصرة كوب 21، آخر كوب كما تعرفون كان في الإمارات كوب 28. وركز هذا المؤتمر على وجود ثاني أكسيد الكربون كعامل مؤثر في الجلوبال وورمينج، ولازم نوصل إلى CO2 فري إيميشن بالطبيعة. لازم تكون استراتيجية في الكربون دايوكسيد ريموفال، وهذه الاستراتيجية يجب أن لكل دولة أن تسويها على إمكاناتها الخاصة. فمن ضمن الاستراتيجيات أكو قسم من الدول تروح للطاقات المتجددة، واللي إحنا نسميها الجرين إنرجي، أو إذا هي لازم تستخدم الوقود الأحفوري الفوسايل فيول، لازم تشوف كيف تتخلص من كربون دايوكسيد. فأكو طريقة نظامين هسه تعتمد في التخلص، هو الكربون كابتشر اند ستورينج، ياخذون الكربون ويسووا له ستورينج، او ياخذون الكربون ويستخدموه، فيكون اكو مرحلة هي اليوتيلايزيشن للكربون، كربون كابتشر يوتيلايزيشن اند ستورينج. وهذه تقريبا الميثودولوجي فور المقترحة دوليا حاليا للكربون كربون سي او 2 كابتشر اند سيبريشن، اللي اكو فيزيكال ميثودولوجي، واكو كيميكال، واكو بيولوجيكال اللي هي تشجير والبايوماسز، واكو الجرين جيولوجيكال ميثودولوجي. هذه الطرق تعتمد على تكنولوجي محددة، أهمها وأكثرها فعالية في الوقت الحاضر هو الـ Direct Air Capture، أو Point يعني one يعني Point out، خلينا نقول للمؤسسات اللي تطلع الكربون، تنتج الكربون دايوكسيد، يحاولون أن يعني يستقطبوها أو يحتبسوها، مثل ما نقول باللغة العربية، ومن ثم يسيلوها وينقلوها، يعملوا لها نوع من الستورينج.
واحدة من الطرق المستخدمة واللي هي محور مؤتمرنا هذا هو الكربون كابتشر يوزنج نانو تكنولوجي. في هذه المنظومة اللي هي هاي أول وحدة أو أهم وحدة هسه عالميا معتمدة هي الدايركت اير كابتشر، شفاطات مع الهواء تاخذ يعني وين ما اكو منظمات او معامل متكدسه فيها كميه كبيره من الكربون دايوكسيد، فتسحب الكربون الهواء وتصفيه وتطلع من عند الكربون دايوكسيد، حتى تسحبه وتصفيه لازم تتم هذه العمليه، انه لازم تسوي فلتريشن للكربون دايوكسيد. الفلتريشن هي هذه اللي احنا راح ندخل المحور، انواع معتمده في الفلتريشن، لكن اهمها واكثرها فعاليه هي الميتال ماتريكس، ميكس ميتال ماتريكس فريم او ميكس ميتال ماتريكس ممبرينز، اللي هي تسوي جاز سيبريشن. وهذه عملية الجاز سيبريشن تتم عن طريقين مهمين من ذاك الجدول اللي هي اما تصير ابزوربشن او ادزوربشن للكربون دايوكسيد، او تدخل الكربون دايوكسيد كعامل مؤثر في التفاعلات الكيميائية المطلوبة الأخرى. يا أما أن نستخدم نانو بارتيكل، يا أما أن نستخدم نانو ماتيريال، نانو بارتيكل أو نانو ماتيريال لغرض يعني بها فجوات يصير بها بالفراغات مالتها. هنا مثلا عندنا الجزء الثاني أول فوق نانو بارتيكل، جو نانو بورس ماتيريالز أو كاتاليتس ماتيريالز، هاي كلها هي عبارة عن بورس ماتيريالز تقدر تستخدمها الجهات المصنعة في كومبوزايت ماتيريال من البوليمرز، لذلك جت التسمية ميتال ماتريكس ممبرينز، واللي هي تحتوي على هذه النانو ماتيريال. أو وهذه طبعا طريقة عمل هو الميتال ماتريكس، أما أن نسوي على شكل هولو فايبرز وتدخله به، أو تسوي على شكل بليتلتس، والبليتلتس تسوي بها الفيلرز اللي هي اما تكون بارتيكلز نانو ماتيريالز او بورس نانو ماتيريالز. من ضمن البارتيكلز نانو ماتيريالز ماتيريالز حاليا بها جداول كثيره اللي هي ميتال اورجانيك فريم ورك ماتيريالز، هذه هي اللي مخطط استخدام الميتال اورجانيك فريم ورك ماتيريالز، من ضمنها شلون تطلع الفيديو. هاي فد مجموعه من الميتال اورجانيك فريم ورك ماتيريالز اللي تستخدم في ال سيبريشن مال الكربون دايوكسيد. ايضا من ضمن الماتيريال المعتمده في السيبريشن هو الجرافين او جرافايت باودرز، وهذه الجرافين او الجرافايت باودرز عاده تستخدم في المرحله الاخيره من السيبريشن، اللي هي تكون أي هم مفيده وهم أنا بنفس الوقت لغرض الستورينج مال الكربون دايوكسيد، اللي هي اذا الاخوه فاميليار
بمسألة الـ Enhanced Oil Recovery أو Enhanced Gas Recovery، الآبار تقريبا اللي واصلة إلى مرحلة النضوج يضخولها مي ثاني أكسيد الكربون حتى يزيدون من الإنتاجية مالتها. بس العملية هذه ثاني أكسيد الكربون اللي يضخوه بها حاليا صارت في الدراسات مثمرة، إنه يخلطوه مع الجرافين أو الجرافايت، يعني نوعين من النانو ماتيريالز اللي تسوي فت فورمينج، تخلي النانو ماتيريال يمتص الكربون دايوكسيد فما يرجع للجو من جديد، فيبقى مخزون داخل هذه. فأصبحت هذه تقنية مفيدة في عملية ضخ النفط أو الغاز، وبنفس الوقت خزن ثاني أكسيد الكربون. هذه أيضا واحدة من التطبيقات مع النانو ماتيريالز اللي هي الكاتاليست، بعض الكاتاليست النانو كاتاليست ماتيريالز اللي تستخدم الكربون أوكسيد كبارت اوف ات والأكسجين كبارت اوف ات، فيضخون الكربون دايوكسيد عليها، يتحلل الكربون دايوكسيد الى مركبتين، فتشوفون مثل بعض البرانشز بهذه الكاتاليست، وشافطه الاكسجين واللخه تاخذ سي او 2. فايضا قدرنا نحبس الكربون دايوكسيد عن طريق هذه الكاتاليكس. البروميسنج اللي هي يعني اخر مرحله تقريبا هسه في استخدام النانو بارتكلز ماتيريالز كاربون، هي السيليكا بيست نانو بارتكلز اللي هي حاليا طموحه اكثر، لانه بها كافيتيز اكثر وبها فجوات اكثر بالمساحات، فتعطي امكانيه اكثر لعمليه الاحتباس، لانه الادهيجن يصير اعلى. هذه نوع متطور بالسيليكا بيست نانو بارتيكلز يسموه دنتريك سيليكا بيس، وهي بنفس الوقت تكون اكثر مساحات في عمليه الامتصاص. هذه نفسها بس بشكل اوضح انواعها واشكالها، وان شاء الله في عملية نشر البيبر راح أكون أكثر توسعا في توصيفها. شكرا. هذه conclusion كconclusion remark للمحاضرة، إنه ال نانو بارتيكل ماتيريالز سببها إنه عندها high capacity of CO2 absorption and adhesion، وعندها إمكانية إنه تسوي rapid absorption desorption الميكانيزم، وبنفس الوقت معروف ان النانو تكنولوجي هي داعمه او مدعمه للمواد بحيث تعطيها فت قوه اكثر، وبنفس الوقت هذه تكون هي energy storage لل تكنيك. شكرا لحسن استماعكم وبارك الله فيكم. نشكرك الشكر الجزيل سعادة البروف رزاق حميد يوسف، أستاذ متقاعد من كلية العلوم جامعة بغداد العراق، على هذه المشاركة القيمة والرائعة، شكرا جزيلا لك. والآن مع مشاركة جديدة لسعادة الأستاذ الدكتور بشير جرار، أستاذ وباحث بقسم العلوم البيولوجية من جامعة جرش من الأردن الشقيق، أستاذ تكنولوجيا الأنسجة والسمية النانوية، له 38 مؤلف كتابي، و109 ورقة بحثية، و57 مقالة علمية منشورة، و19 مشروع بحثي ممول. حصل على درجة 22 في Edge Index، و44 في I-10 Index، وله العديد من الاقتباسات، و25723 ألف قارئ.
وسيقدم لكم حضورنا الكرام مشاركته العلمية الموسومة بعنوان سميت الجسيمات النانوية جسيمات أكسيد النحاس النانوية كنموذج. تفضل سعادة البروف بشير، معكم الصلاحية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة بس من الله. فضلك كيف بدي اعمل السكرين هذا شيرنج للسكرين تاعتي؟ ها نعم تفضل سعادة البروف، بإمكانك مشاركة الشاشة. ما بعطيني ما مش ممكن. ها عفوا، يوجد أداة الشير على الشاشة باللون الأخضر. ايه موجودة شير سكرين موجودة، انا ما معي كيك عليها، ما بت ما ما بت بت انا محضر اوكي نعم راحت مثلا. هلا. طيب شوف هلا شوي سمعتي. اوكي ان شاء الله. وضحت الشاشة يا اختي؟ نعم ظهرت أمامنا. طيب شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الوقت محدود، فيعني انا على الاغلب بدي احكي بشكل سريع حتى اقدر اغطي المحاور الاساسيه بالبرزنتيشن تاعي. بالواقع انه يعني العمل في النانو تكنولوجي هو حديث تقريبا، يعني بعد عام 2000، لكن وما زال حتى الان خلال 20 25 سنه اللي فاتت يقوم على العالم كله مهتم بالاستثمار في الفابريكيشن وبعدين الماركتينج، التصنيع والتسويق. وطبعا هذا نجح فيه نجاح باهر جدا، وهناك يعني مليارات باستثمار كل نوع معين من النانو بارتكلز. لكن يعني زيه زي مادة أخرى، مادة أخرى خاصة، هذه تبعتها مواد كيميائية ولها خاصة يعني خاصية معينة أيضا غير المواد الكيميائية. يعني لا يزال هناك عدم اهتمام ولو حتى جزئي بهل هذه يعني طبيعة البوتنشال ريسك المترتب على استخدام هذه المواد على نطاق واسع. فبالتالي أنا اللي راح أحكي عنه هو عن النانو توكسيسيتي، وانا بدات صحيح مع زملاء من عام 2011 في النشر بهذا الموضوع والبحث فيه، وهو موضوع يعني اللي بيشتغلوا فيه يعني قلائل للغايه، وكان الفيزياء يعني كل سنه بيزيدوا، لكن ما زال الاهتمام الكبير مصب على الفابريكيشن والماركتينج. النانو توكسيسيتي هو المقصود بها حتى نعرف انه ذا توكسيك امباكتس اوف نانو ماتيريالز، هي يعني مدى سميه هذه المواد النوويه اللي اصبحت تستخدم يعني على نطاق واسع في كل المجالات. جسم الانسان تدخله هذه الجسيمات اما عن طريق الغذاء او المشرب او الانهاليشن اثناء التنفس، وفي كمان يعني ويعني طرق اخرى. ايضا البيئه اور انفايرمنت هي معرضه لهذه الجسيمات النانويه خاصه الماء والتربة، وقد تدخل في السلسله الغذائيه. وبناء عليه ما حد يعرف انه اذا بعد دخول هذه المواد يعني اين تستقر، هل تتراكم هل تتحلل والى اخره. هلا دراسات الصحيح انه يعني خلال اخر 10 سنوات اعطت مؤشر معين على انه هذه المواد السامه، المواد النوويه المستخدمه بشكل عام هي سامه لكن بدرجات، وخاصه الميتاليك اند ميتاليك اوكسايد نانو ماتيريالز. وبالتالي انا بهذه يعني العجاله راح احكي عن يعني كيفيه الكشف عن سميه المواد النانويه من حيث تاثيرها على الانسان وعلى البيئه. ما راح احكي على البيئه لانه لا يتسع الوقت، على الانسان، وطبعا من خلال يعني استثمار الحيوانات المخبريه ك ك يعني كوسيله لهذا الامر. هلا الراشونال يعني اللي تقوم عليها يعني هذه الدراسات ان يعني النانو توكسيكولوجي، انه اصبحت النانو ماتيريالز ذا ار وذ اس بكل مكان. يعني مثلا بمواد تجميل، بمواد تجميل الاسواق العربيه مليئه بمواد تجميل النانويه، وفي مصر يصنعوا مواد تجميل نانويه بيستخدموا فيها النانو كركمين وتيتانيوم اكسايد نانو بارتكلز والى اخره، موجوده حتى عندنا في الاسواق في الاردن موجوده. ايضا في عندنا الباندجز بتاعت الجروح اللي بيغطوها الجروح، هذه تستخدم في كثير من دول العالم لا سيما اليابان
كوريا، هذه مغطاه بالسيلفر نانو بارتكلز بسبب انها انتي بكتيريال اكتيفيتي. وايضا حتى الثلاجات وحتى المايكرويفز وحتى المطابخ وكل كيتشن وير بالوقت الحاضر بكوريا بالذات، بكوريا الجنوبيه بالذات، هي تصنع مغطاه بالسيلفر نانو بارتكلز من اجل ايش؟ الوقايه ومنع تكاثر ايش؟ البكتيريا، بل ملابس الرياضيين وكرات التنس الارضي وحتى سيارات الفاخرة من المرسيدس والهامر، الزجاج تاعها والدهان والى اخره، وحتى دهان الطائرات كلها تدخل في المواد النووية. اذا يعني نكاد نقول ان المواد النووية موجودة في مختلف نواحي الحياة، هي في الميديسين، في الطب تستخدم، يعني تستخدم عن طريق واسع، سواء بالدياجنوسيس او بالتريتمنت او بالتريتمنت او بالايمجينج بالتصوير الطبي. في الزراعة تستخدم عندنا النانو فيرتيلايزرز في الصناعات الاخرى، صناعه المطاط، ويعني وكل تكرر لا توجد بوقت الحاضر الصناعه يعني لا تدخل فيها المواد النوويه، وايضا بالصناعات الصيدلانيه. طبعا ومبدا الفكره فيها كلياتها ان المواد النوويه اللي تفضل فيه الدكتور سلوان البدايه، اللي دا هذه يعني الدايمنشن تاعها لها دايمنشن واحد على الاقل يتراوح ما بين 1 الى 100 نانومتر، وهذا السر، هذا سمول سايز اعطاها لها مساحه واسعه جدا عشان الانتر اكشن سواء مع الاشياء الاخرى او بالاشياء اللي بجسم الانسان. وبالتالي في جسم الانسان يعني صحه الانسان والنظام البيئي هو يعني ده subjected to variable forms and size of nano materials. السؤال انه يعني بهذا الفرع الصغير الجديد بالنانو تكنولوجي اللي هو نانو توكسيستي، يعني كيف نكشف عن البوتنشال ريسك لهذه المواد على صحه الانسان وعلى صحه البيئه، على الانظمه البيئيه مقصود. لا لحد الان يعني هناك في بعض مؤشرات، في بعض دلائل عن اليه الميكانيزم سميه المواد النانويه على اسئله الانسان المختلفه، لكن ليست كافيه بالمره. ايضا هناك في مؤشرات قويه جدا على انه هذه النانو ماتيريال عندما تدخل الجسم تستطيع اذا كان كروس ذا بيولوجيكال بارير، تستطيع ان تخترق الحاجز الدم الدماغ، وان تخترق حاجز الدم الخصي، وطبعا هذا له خطوره كبيره جدا ان تستقر هناك وتؤثر على يعني على انسجه الدماغ، وعندما يتاثر الدماغ يتاثر يعني كل شيء بالجسم. ايضا يعني هناك مؤشرات على انه ليس فقط تدخل الانسجه، طبعا بشتغل بالوقت الحاضر عاده بهذا المجال من خلال تقنيه الترانسميشن الكترونيك مايكروسكوب، بنعرض احنا حواتم مخابر الى المواد النوويه، وبعدين نشوف كيف تدخل الخليه وتؤثر على اجزاء الخليه. يعني بالوقت الحاضر هناك مؤشرات قويه، ونحن نشرنا عده اوراق علميه بهذا المجال، تدخل الخلايا وتتفاعل وتدمر الميتوكوندريا وتدمر الاندوبلازم، يعني اللي هي الميتوكوندريا اللي هي الهاوس اوف انرجي، اللي هي بيت الطاقه، وتؤثر على الرايبوسومز وتؤثر على النواه، وعضلات الخليه تكرر بالكامل كلها تتاثر لكن بشكل متفاوت، وحتى تؤثر على الدي ان ايه. وهناك مؤشرات على هناك في اعضاء معينه يعني هي عباره عن تارجت اهداف، مثلا في بعض انواع النانو بارتكلز التارجت تاعها هو الكبد، بعضها الخصي، بعضها الكلي والى اخره. ايضا ان هناك اسئله حول تاثيرها على يعني على النظام البيئي. هذه بالاخير هذه المواد ومن اكثر البيئات المتلوثه في المتلوثه بالجسيمات الجسيمات النانوية للصين، وخاصة المياه في الصين بسبب عندهم مصانع كثير تشتغل وتستخدم المواد النانوية. فهناك في أسئلة ما حول يعني حول تأثير على البيئة، هل هذه المواد تلوث الماء، هل هذه المواد النووية تلوث الماء والتربة؟ طبعا عندما تلوث الماء والتربة بعد ذلك يتلوث كل شيء. ويعني ماذا مصير هذه المواد؟ كم تبقى في يعني في 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 في, في, في اذا وصلت الى الماء او التربه، كم تبقى؟ يعني الفيت تاعها، وات از ذا فيت فور ذا نانو ماتيريالز ان ذا انفيرمنت؟ هل بصير لها ديجريديشن ولا ما بصير لها ديجريديشن؟ هل هي بصير لها اكيوميليشن، تتراكم بالسلسله الغذائيه او لا تتراكم؟ كل هذه اسئله ما مشروعه.
انه في مختبر في مختبراتنا، ويعني صرنا احنا بجوز حوالي 10 12 سنه نشتغل بهذا المجال. استطعنا يعني لما بدانا ما كان في بروتوكول للناتوكسيستي، استطعنا ان نعمل بروتوكول، ولا احنا يعني بنعمل فيه وبنحاول انه كل اصدقائنا يعني انه يعني نتشارك معاهم حتى يكون في بروتوكول كامل لدراسه اي ماده ساميه. استطيع الخص هذا يعني هذه عناوين البروتوكول، انه هناك نكون بدراسات مورفولوجيكال التريشنز، يعني التغييرات المورفولوجيه التي تحدثها هذه الجسمات يعني تدخل الى جسم الانسان. بايو كيميكال التريشنز، التغيرات الكيمياء الحيويه طبعا في الليبر فانكشن انزيمز والكليه والاخرين والبروتينز وكلها هذه التغيرات التي تحدث على هذه المواد بسبب دخول الجسيمات النوويه الى الجسم، وبذات السياق التغيرات التي تحدث على مكونات الدم. اضافه ذلك الاندكشن الاكسيديف ستريس التي تحدث لها الجسيمات، مع هذه الجسيمات بسبب صغرها وبسبب مساحتها الكبيره جدا تعمل انتراكشنز مع المايكرو موليكولز، مع الدي ان اي والبروتينز والانزيم والى اخره. ايضا يعني الوقت الحاضر احنا خاص مختبرنا نشتغل بشكل يعني بشكل كبير حول بدنا نعرف يعني ما هو تأثير الجسيمات النووية على الالتر ستراكشرز، على عضيات الخلايا عضيات الخلايا. وهذا الشغل ما فيه شغل كثير بسبب انه صعوبة يعني وكلفة بالواقع كلفة ايش العمل في المجال الالكتروني. ايضا نشرنا احنا احد الابحاث حول تأثير هذه الجسيمات على الجين اكسبريشن، على الجين اكسبريشنز. وبالوقت الحاضر انا عندي مختبر صغير في جامعة جرش، فقط هو لدراسات البيهيفير امباكتس، يعني ما هي التغيرات السلوكية التي تحدثها هذه الجسيمات على يعني على السلوك، وبالتالي هو انعكاس لما يحدث على الدماغ. يعني التغير السلوكي هو انعكاس للتغيرات النسيجية وغير النسيجية والهيستولوجي الهيستوكيمستري والالتر ستراكشر بصير ايش بالدماغ. طبعا هذه عبارة عن عناوين، صحيح يعني عبارة عن عناوين، وكل يعني وكل عنوان تحتيه كثير سب تايتلز. هلا انا بس بدي احكي بشكل سريع برضو عشان الوقت، طبعا استاذ صفا وقفيني اذا تجاوزت الوقت. هلا كمثال يعني هذه احنا اشتغلنا عليها ولحد الان بعد ما نشرناها، اللي هي مدى سمية جسيمات الكبر اوكسايد نانو ماتيريالز. الكبر اوكسايد نانو ماتيريالز بتطلع هذه كلها استخداماتها تستخدم على نطاق واسع في البايوميديكال فيلدز، في الاندستري، في الزراعه، في الانفيرمنت، وكل واحد لها بنوته يعني العديد ايش من الفروع. وبالتالي يعني يستحق الامر ان نسال يعني ما هو تاثير هذه الجسيمات على جسم الانسان. طبعا تاثيرها على البيئه هذه قصه اخرى، يعني هذا يعني بدها موضوع اخر. هلا احنا كيف نشتغل؟ هذه نموذج اللي شغلناها، احنا نشتغل ان فيفو، ما نشتغل ان فيترو، وان كان الفيترو ماشي يعني بحت، لكن بظل اجوبته محدوده للغايه. نحن نستخدم الحيوانات المخبريه، نستخدم الراتس ونستخدم المايس، ممكن نستخدم غيرها يعني، لكن بالمختبر اللي انا بشتغل فيه عندنا دائما نستخدم من الراتس او المايس من نانو بارتكلز. في بعض نانو بارتكلز احنا يعني صنعنا اياها زملائنا، في احد المرات زنك اوكسيد نانو بارتكلز يعني جبناه من جامعه هانوفر، يعني باحثين مشاركين معنا، لكن معظمها صحيح انه يعني بالاخير وجدت انه احسن شيء حتى اجنب موضوع الكاركترايزيشن، بجيبها من سيجما ومعمول لها كاركترايزيشن بالكامل ومع شهاده وما شيء عشان اختصر ايش جزء من الشغل، لانه ما عندنا الامكانيات تسع لهذا الامر. وبعدين نعرضها لهذه الحيوانات الى دوز معين، الدوز اللي عرضنا فيها الحيوانات الكبر اوكسيد نانو ماتيريالز اللي 2 ملي جرام بير كيلو جرام بدي ويت، اعطيناها على الاقل يعني، وهذا دائما عشان نقرب على الكرونيك اكسبوجر، نعطيها 35 انجكشنز، والروت اوف انجكشن انا بختار الاي بي، اذا حد سالني بجاوب ليش الاي بي يعني، ودائما المحكمين بيسالونا هذا السؤال. هلا بعدين بعد ما عرضناها بناخذ منها هذه الحيوانات، بناخذ الدم والبلازما، يعني البلازما عشان البلازما والسيروم عشان البيوكيمستري، الدم عشان الهيماتولوجي، بعدين بناخذ الخزعه النسيجيه البايوبسي عشان دراسات النسيجيه والكيمياء النسيجيه الهيستولوجي هيستوكيمستري اند امينو هيستوكيمستري. لكن قبل هذا
وهي فترة الاكسبوجر، نحن هذه الاشياء اللي يعني بنراقبها بشكل يومي، ذا مورتاليتي ريت اذا كان في وفيات، ذا جنرال ويل بينج اذا كان في حاله مرضيه او اي مؤشرات غير صحيه، البيهيفير باترنز طبعا بنشوف اشياء كثيره على الحيوانات يعني من حيث السلوك، الفود كونسامشن بنحسب كم الفود كونسامشن، الووتر انتيك يعني كميات المياه اللي تشربها هذه الحيوانات، بعدين البادي ويت جين، البادي ويت جين يعني زياده في الوزن تاثر زياده نقصت او لم تتاثر، بعدين الاورجان اندكس، نحن عاده يعني نحن نشتغل على الليفر والكبد والبرين والتستس والتستس، بنشوف الاورجان اندكس يعني مقارنها مع طبعا كل دائما في مقارنه مع الكنترول، وايضا بناخذ بلوكس صغيره بنعمل منها عينات المتجر الالكتروني، وهي مشوار طويل ومكلف جدا بواقع، لكن احيانا بيشتغلوا يعني لما في عندنا فند. هلا الاستوديو بروسيسنج ما راح احكي طبعا اللي معروف عالميا يعني كل الستاندردز، وحتى البروسيسنج تاع الالترا بتاعت الترانسميشن الكترو ماكروسكوب برضه البروسيجر المعروف عالميا، وعندنا الرو ماتيريالز كلها موجوده عندنا في المختبر. هلا مثلا بهذه الحاله نتائج المورفو متريك التريشنز اللي بيت على الحيوانات التي تعرضت للكبر اوكسايد نانو بارتكلز صار في عندنا ديكلاين ان ذا بودي ويت جين مقارنه مع الكنترول، صار في عندنا ديكلاين ان ذا افريج ويت، صار في عندنا ديكلاين ان ذا اورجان اندسيس ذا ليفر والكدني هون اللي قسناهم، صار في عندنا ديكلاين ان ذا فود كونسامشن بينما زاد الووتر انتيك، لكن ابرز شيء يعني ابرز شيء يعني طلع معنا اللي هو تكوين حصوات الرينال كالكولاي، وبصراحة أنا يعني صار هذا يعني هذا الأمر صار له سنة ونص عندنا الكالكولاي، وحاولنا طبعا هذه ما طبعا تقريبا بطلع على كل الليترشر اللي بيطلع حول سميه النانو بارتيكلز، ما في ولا بيبر ذكر وذكر انه في نانو بارتيكلز ممكن يعني دي كان انديوس رينا كاركولاي. هلا طلعت عفوا عندنا، سعادة الدكتور، تفضلي أعتقد الوقت انتهى حضرتكم، تسمحي لي كم دقيقتين بسرعه ولا؟ أعتقد يعني خلاص على ما دقيقة إن شاء الله. دقيقه. طيب طلع لنا حصوات، هذه الحصوات اللي على 8 من 18 واحد، واحنا متغلبين جدا بتحليل الحصوات هذه، يعني كيميائيا حللناها عن طريق الاف تي اي ار والاي سي بي، لكن عملناها قطاعات بالسكاننج الكتروميكروسكوب مش عارفين نقراهم، وهي فرصه معلش فرصه اذا كان الاخوان الحاضرين حب يتعاون معنا ويتشارك معنا سواء بهذه الحصوات، لان انا والدكتوره جليله اعتقد انها موجوده معنا فوق على المنصه، بنحاول يعني ننتهي من البحث مش قادرين، لانه يعني امكانيه تحليل القطاعات معلومه، او حتى معلش يعني لو 30 ثانيه زياده، يعني اذا حد من الاخوان عندهم طلاب دراسات عليا يجوا من اي محل يشتغلوا عندنا بمختبراتنا بالبروتوكول اللي ذكرته اهلا وسهلا فيهم باب المشاركه، لانه احنا عندنا مشكله بدنا حد يشتغل يعني حتى يتعامل بالشيء هذا. هلا التاثيرات النسيجيه ما عندي وقت، يعني الاستاذه صفا قالت لي بكفي، هذه كلها يعني ايش اقرا منها؟ تاثرت الكلى، تاثرت الجلوميرولس والنيابه البوليه وكل انسجه الكليه، وايضا هذه انسجه الكليه التي تاثرت، طبعا كل واحد يقدر يقرا لكم اياها بس بعد وقت. هلا ايضا الخلايا الرينال سيلز صار فيها هذه التغييرات، طلع هذه التغييرات، هذه الكنترول وهذه التريتي، شوفوا الميتوكوندريا كيف اتدمرت، هاي الميتوكوندريا كيف اتدمرت، شوفوا كيف البروكسومز ترسبت، بالكبد نفس الشيء، هذه التغييرات في الكبد، ابرز شيء لها بسموه هادربيك ديجنريشن اللي هو دخول ماء الى خلايا الكبد وساعتها تصبح قادره، هنا اللي هو نضوب مخزون من نضوب مخزون الكلاكوجين، وايضا عفوا هنا سعادة نفس الشيء، الدكتور، خلاص بعتذر أعتذر لحضرتك لضيق شكرا الوقت لكن شكرا لكم شكرا شكرا لكم جزاكم الله كل خير شكرا وبارك فيكم، وشكرا جزيلا لكم على هذه شكرا المعلومات القيمة والرائعة، بارك الله فيك سعادة الدكتور، شكرا لكم شكرا شكرا جزيلا لك. والآن مع مشاركة جديدة لسعادة الأستاذ الدكتور عبد السلام درويش من كلية الهندسة قسم المدني من جامعة بولتون مانشستر في بريطانيا، ونستعرض مع حضراتكم بعض من سيرته العلمية. سعادة الأستاذ متخصص في الهندسة المدنية من جامعة بولتون بالمملكة المتحدة،
أستاذ في جامعة إكسيليا لا روشيل بفرنسا، قدم مقررات دراسية لطلاب الدراسات الجامعية، وأشرف على 12 أطروحة دكتوراه وأكثر من 142 أطروحة لدرجة الماجستير. يمتلك 33 عاما من الخبرة العلمية والعملية، وعمل في العديد من المختبرات الهندسية الميكانيكية والبيئية، وسيقدم لكم حضورنا الكرام مشاركته العلمية لهذا الملتقى مشكورا مأجورا. تفضل سعادة البروف عبد السلام، معكم الصلاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يعني أطلب طلب عندك، ممكن تقدمين الدكتور أيضا محمد خضير عباس، هو أحد الأساتذة في كلية الهندسة بالعراق في جامعة ديالى. حقيقة من الأساتذة، أنا كنت يعني مشرف على هذا الأستاذ الجليل، وفخور جدا المستوى اللي وصل إلى من العلوم والتقنيات اللي قدر أن يدخل عليها. فممكن تقدمي عندك التقديم مالته؟ نعم سعادة البروف، أي والله، الجيد نعم للتقديم. ممكن، نعم الآن أقدمه. أي والله قدمي، لأن أنا راح أعطي المقدمة وهو راح نعم يكمل البحث. تمام إن شاء الله. تمام أستاذ، سعادة الأستاذ مساعد الدكتور محمد خضير عباس، تدريسي من جامعة ديالى كلية الهندسة قسم الهندسة الميكانيكية بالعراق، له أكثر من 20 بحث علمي في تخصص الهندسة الميكانيكية في مستوعبات كلاريفيز وسكوباس والعديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير في تخصص النانو تكنولوجي والأيروديناميك، وسيقدم لنا مشاركته العلمية مع سعادة الدكتور عبد السلام درويش. تفضل سعادة البروف، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا. بالنسبة لهذا البحث، حقيقة له أهمية جدا عالية. هذا البحث يتعلق بالمحولات الكهربائية والمشاكل اللي تمر بها هاي التقنية، وخاصة في المناطق ذات الأجواء الحارة. فالمشكلة الأساسية في هذه المحولات هي التبريد، وعادة تكون التبريد هو في استخدام الزيوت، زيت التبريد، لكن التقنيات اللي تم عملها يعني تحسين أداء هذه المحولات كانت كلها يعني بطيئة الحركة، لكن تم الاتجاه إلى النانو تكنولوجي حقيقة للمساعدة في حل هذه المشكلة الأساسية. فالبحث حقيقة يتكلم عن كيفية تعزيز كفاءة هذه المحولات باستخدام تقنية النانو تكنولوجي، حيث يتم ضخ مجموعة من سوائل من النانو فلويد إلى مع الزيوت، ولزيادة السعة وزيادة الحجم. وطبعا هاي العملية تقوم بتحسين، يعتقد كان ضمن البحث بأنها تقوم بتحسين الأداء، وتم إثباتها بطريقتين حقيقة، طريقة علمية وطريقة عملية أيضا. ف العفو، ما أدري في مشكلة بالبرزنتيشن أستاذ محمد. دكتور عبد السلام، استمر ان شاء الله عندك الظاهر يمك الموتيفيشن او ذا وورك. اوكي، انا راح اشرح هاي. اوكي، فهنالك دوافع حقيقه خلف هذا البحث. هاي الدوافع، واحده منها انه لكون زيت التبريد للمحولات الكهربائيه إلى قابليه انه يسهل عمليه نقل الحراره وامتصاص هاي الحراره وتحويلها الى منطقه خارج المحوله عن طريق التوصيل. فإضافة هاي المواد اللي هي النانو فلويد راح تسبب حقيقة في زيادة المساحة المعرضة للحرارة وسحب الكمية الأكبر من الحرارة إلى خارج المحولة، وهذا المبدأ الأول اللي كان خلف يعني أحد الدوافع للعملية. هو ثانيا، بعد ما تم إثبات
انه النانو تكنولوجي وخاصه النانو فلويد قد يكون له اسهام كبير في هاي العمليه. تم الاتجاه نحو استخدام النانو فلويد لتحسين هذه الكفاءه، ولذلك تم اقتراح انه اول شيء يتم فحص العمليه بطريقه التقنيه باستخدام السيميليشن كومبيوتيشنال سيميليشن، وبعدين يتم بعد ما تحقق من النتائج يتم اجراء تجربه عمليه لتأييد النتائج. وكانت العمليه تتلخص بمحاكاه المحول عفوا سعادة بزيت. الشيخ، نعم، يرجى مشاركة العرض لو تكرمتم. مشاركة، نعم العرض خط ملفات. دكتور نعم محمد. نعم أنا تفضل. دكتور مسوي شير، ما أعرف يعني أنا يمي طالع شير، يمكن طالع له لا الآن ما أعرف. ظهر. نعم أي طلع الآن، إذا ممكن تروح إلى السلايد رقم 3. بعد سلايد آخر إذا ممكن. Objective. نعم اي نعم خلصنا الاوبجكتيف. تبريد المحاولة. حقيقة الطريقة تتلخص بمحاكاة محول الـ يعني الترانسفورمر، محاكاة الزيت داخل المحول بطريقة سيميليشن باستخدام الكمبيوتيشنال دايناميك فلويد داينامكس، و بدون أن نضيف أي نانو فلويد، وبعدين يتم إضافة نوعين من النانو فلويد بنسب وتراكيز مختلفة، تكون تقريبا يعني بنسب مختلفة، والمحاكاة تعطينا النتائج كم يصير تحسين بالدرجات الحرارة، وعلى هذا الأساس يتم المقارنة ومن ثم إجراء التجارب العملية للتحقق من الجزء النظري. حقيقة ما أريد أطول أكثر، لكن بس ردت أشرح لكم حسب ما معروف عادة أن هنالك عدة طرق لتبريد المحولات، في طرق جافة وفي طرق باستخدام الزيت اللي هو يكون يعني مغمس داخل الترانسفورمر، وفي نوع استخدام الزيت المغمس بالمياه ككولنت. فهنالك طرق، مثلا طريقة التبريد الهواء الطبيعي اللي هذه هي دراي تايب، وأيضا هنالك طرق اللي هي اويل ناتشرال اير ناتشرال تايب او ان اي ان، وطريقة الاو ان اي اف، وكذلك طريقة الاو اف اي ان، وطريقة كل واحدة من هاي الطرق حقيقة فيها طرق عادية وفيها طرق قصرية، يعني يتم إجبار السائل بالدوران ويتم التبريد باستخدام يعني فورست باور حتى تسرع عملية التبريد. وهاي الطريقة، طبعا هاي الطرق كلها هي ممكن استخدامها، لكن مثل ما بالبداية نوهت أنه هنالك قصور في الأداء ويحتاج تطوير أكثر، لذلك تم تقديم موضوع النانو تكنولوجي. فإذا المشكلة هذه هي حقيقة تم تطبيقها على مشروع خاص في العراق، اللي هو تم أخذ محول 400 كي في اي واستخدموه ككيس ستدي دراسة حالة. وهذا المحول يتكون من 3 لفائف كويلز نحاسية متصلة بنواة فولاذية، ويتم وضعها داخل زيت المحول، وحقيقة يتم نقل الحرارة اللي تولدت من اللفائف خلال الزيت، اللي الزيت هنا يعمل عملين، أول عمل يكون هو عازل كهربائي وأيضا وسيط للتبريد. بإدخال النانو تكنولوجي لاحظنا أن هنالك تحسين من نظريا، وأيضا بالتجارب العملية صار تحسين. الآن الدكتور محمد يكمل البحث
يدخل على الجزء التقني. شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد السلام، بارك الله بك. السلام عليكم جميعا ان شاء الله تعالى. طبعا البحث مكون من جزئين، جزء نظري وجزء عملي. الجزء العملي تم اجراء التجارب في شركه دياله للصناعات الكهربائيه اللي عندنا موجوده في محافظه دياله. في تم اجراء التجارب في هذا المختبر في هذه الشركه. تم احضار عينات من نانو بارتيكل اللي هي ايرون اوكسايد وتيتانيوم اوكسايد والومنيوم تراي اوكسايد وكوبر اوكسايد، وتم مزج هذه العينات بنسب مختلفة، 2 بالألف و4 بالألف و6 ألف وزن، إلى 1 لتر من زيت المحولة. وتم إجراء مجموعة من التجارب على هذه العينات باستخدام أجهزة الموجودة في مختبر شركة تيدال للصناعات الكهربائية. طبعا بالرغم انه هذه المواد نانو بارتيكل، والنانو كما معروف لديكم انه جزء بليون، اي 1 × 10^9 متر، فتكون هذه المواد التعامل معها خطر ويجب التعامل معها بحذر. وكذلك عندما نحضر هذا النانو فلويد نحفظه في قارورات خاصة بعد التحضير بطريقة تو ميثود، نخلي في حافظات خاصة وبعد ذلك نجري التجارب مباشرة. طبعا طريقة الخلط تكون طريقة تو ستيب ميثود باستخدام جهاز التراسونيك ديفايس حتى يتم المزج بصورة 100%، نضمن أنه تم المزج مع زيت المحولة. بعد ذلك نقوم بالتجارب العملية اللي أجريناها. طبعا أجرينا تجارب اللي هي بريك داون فولتج، اللي هي جهد الاختبار، جهد الانهيار للفولتية للمحولة للزيت المحولة، وكذلك الفلاش بوينت اللي هي نقطة وميض بالنسبة لزيت المحولة. طبعا حتى بس أريد أعطيكم فكرة بسيطة على البريك داون فولتج اللي سويناها هذه التجارب حتى ما أستهلك كل الوقت. يعني البريك داون فولتج هي أقل جهد فولتية يسبب انهيار العازل، هذا الانهيار يسبب لي بعدين يعتبر زيت المحولة يعتبر موصل للكهرباء. فهذه التجربة اللي سويناها. وبعد ذلك طبعا اخذنا الزيت المحوله الممزوج مع النانو بارتيكل وغمرناه في هذا الجهاز بحيث موجود الاقطاب الكهربائيه، المسافه ما بين القطبين 2.5 مليم. تم اختبار 5 عينات لكل اختبار واحد، بعدين اخذ متوسط القرارات لكل اختبار. كذلك اجرينا الاختبار الثاني اللي هو فلاش بوينت، اللي هو نقطه اشتعال او هي اقل درجه حراره يتحرر عندها الغاز اللي موجود في زيت المحوله، بعدين راح يشكل لي خليط قابل للاشتعال. وهذا الاختبار طبعا اعتقد صار عنده اشكال فانا ممكن اتكلم عن النتائج، تفضل يعني تفضل الاستنتاجات النهائيه للبحث. حقيقه بهاي الدراسه نعرف انه تم دراستها حسابيا، وتم دراسه الخصائص الحراريه لمحولات الزيت، وايضا تم لكل الحالات، حالات بدون نانو فلويد وحالات مع النانو فلويد، وتم إضافة هذه الجسيماتنا، وأيضا تم فحصها مختبريا مثل ما تفضل الدكتور. والنتيجة النهائية اللي وصلنا لها أنه شفنا هناك تحسن كبير بإدخال السوائل النانوية في نقل الحرارة داخل المحول، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. تم تعزيز هذا الانتقال الى يعني من خزان من الملف والقلب المحول الى خزان المحول باستخدام هذا اللي هو FE304 بنسبة 5%، كان هو افضل النسب اللي تم
التوصل إلها، أنه تعطي كفاءة جدا عالية. وأيضا شفنا أنه تركيز 0.6 من الثانوية الهجينة اللي هي صارت هايبريد، كانت متمتعة ب يعني بخصائص ممتازة، وأعطت يعني كلما زاد الكونستريشن قل عندنا العزل، وهذه النقطة. ولذلك وصلنا اللي هي 5% كانت 0.5، 5% هي كانت النقطة الحرجة بين الاثنين، واللي أعطت أحسن المواصفات. وأيضا أنه نقطة الوميض قلت نتيجة إضافة هاي الجسيمات، وسببت وأيضا كان للمائع النووي الهجين أقل أداء من المائع اللي كان داخل يعني الكمية النانو بشكل محسوب ودقيق جدا. فطبعا هذه العملية أعطت أمل كبير بأنه باستخدام الدقيق للنانو ماتيريال مع زيوت تبريد المحولات بشكل علمي دقيق، وباتباع النقاط اللي تم التوصل لها ضمن البحث، راح تعطي نتائج جدا ممتازة في تقليل المشاكل اللي كانت ناجمة من زيت المحولات، تقليل حوادث انفجارات هذه المحولات. شكرا جزيلا لكم، ونعتذر عن حقيقة المشاكل اللي صارت بالتقديم، لأنه أنا في مكان والدكتور في مكان آخر. شكرا جزيلا. كل الشكر والامتنان لكم سعادة البروف عبد السلام درويش، وسعادة الأستاذ المساعد الدكتور محمد خضير عباس على هذه المشاركة القيمة والنافعة. بارك الله بجهودكم ووفقكم الله لكل خير. والآن أعزائي الحضور، مع مشاركة جديدة للأستاذ الدكتور علاء الدين صبحي السلامي من كلية العلوم جامعة الكوفة العراق، رئيس لجنة الأخلاقيات الأحيائية والتعامل مع الحيوانات في الجامعة، عضو تحرير مجلس مجلة أريد الدولية وإنترناشنال جورنال أوف هيلث بابلونس، أشرف على أكثر من 21 طالب دراسات عليا، ونشر العديد من البحوث في مستوعبات سكوباس وكلاريفيت، حاصل على عضوية الجمعية الأمريكية للعلوم السريرية، مترجم لكتاب متطلبات الفيتامينات والمعادن في تغذية الإنسان، الطبعة الثانية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للعام 2023، وسيقدم لنا حضور مشاركته العلمية. مشكورا مأجورا. تفضل سعادة البروف، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بدءا أحب أن أوجه جزيل الشكر والامتنان لمنصة فريد وبالأخص للدكتور العزيز الأستاذ الدكتور سلمان الحرني بإتاحة هذه الفرصة لهذا الملتقى مع خيرة العلماء الموجودين في هذه المنصة لإبداء الرأي. طبعا اسمحوا لي أن أقدم ابني علميا وأخي عزيزي دكتور حيدر حسن وجيهي، أيضا اللي هو في جامعة الإمام الصادق وله بحوث منشورة، وكان أحد هذه البحوث وأحد هذه العمل هو بحث الدكتوراه الذي أنجزه في هذا العمل. سوف أقدم مقدمة عن النانو، وبعدها ننتقل إذا نحول للعمل اللي فكانت هي محاضرة اسمحوا لي أن أقدمها، تقنيات الجسيمات النانوية وعلاجها للالتهابات الكلوية. طرق تحضير النانو، ومنها طرق كثيرة، وخصوصا إحنا اللي استخدمناها الطرق الكيميائية في تحضير مركبات النانو. هذه المركبات طبعا انواع او طرق تحضيرها كثيره، فيزيائيه وكيميائيه. ولو سمحنا بالنسبه للعرض ده يطلع عندكم، لان نطول البرمشن مع
نعم سعادة، البيرميشن مع الدكتور حيدر الوجيهي قاعد يطلع العرض. نعم سعادة البروف، العرض ظاهر أمامنا، هل نعم كانت يعني تكبير الشاشة لو سمحت؟ أو الآن ظاهر فقط اللوحة الأولى؟ لا، عدة اللوحات بعد احنا رجعنا من اللوحه الاولى، لانه احنا البيرميشن بيني وبين الدكتور حيدر على الحاسوب وهذا على الموبايل. يعني انطيني انطي البيرميشن دكتور حيدر ولو سمحني حتى يصير العرض، لان انا احكي من الحاسوب وهذا انا اتكلم عن طريق الموبايل. نعم دكتور. ليش يا دكتور انطيني المانع؟ ايه طلعت هسه؟ اوكي هسه واضح. نعم ظاهر العرض دكتور. فطرق فطرق تحضيرها تحضيرها شوية اللي تقنيات الجسيمات المعنوية وعلاجها الالتهابات الكلوية من هذه الطرق. دكتور قاعد تتحرك السلايدات، لا لم تتحرك حاليا. شفتي؟ مو قلت لك دكتور العفو، بس سوي مشاركة لجميع الشاشة مو بس للباوربوينت، أنت مسوي مشاركة فقط لصفحة الباوربوينت. سوي إعادة مشاركة للشاشة، سمي أسس الجميع. دكتور انت مطين بين مشي فقط الدكتور الالي، يعني الدكتور حيدر ما مطين اللي هو لا على دكتور، الحاسوب. دكتور اثنيناتكم عندكم صلاحية الله يحفظك، بس سوي ستوب شيرينج وارجع سوي مشاركة لكل الشاشة. هسه 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 بيجي ستوب شيرنج، اسوي شير جديد. تمام هسه شير هسه اوكي اضغط هسه دكتور كبر الشاشة. هيك بيرشا كبير الشاشة. اضغط هاي اوكي الشاشة كبر. دكتور دكتور بإمكانك ترسل لي العرض التوضيحي يعني أشاركه من عندي يمكن أفضل. الملف ظهر قبل قليل دكتور. لسه ظاهر قاعد يظهر يا شيخ. دكتور قاعد يشوف بهذا سواله تغيرون منا هاي ليش تجي يقول سكر؟ لا تغير دكتور هذه يكون اكبر. شوف صغيرون بس دكتور عيني واضح العرض. العرض ظاهر نعم. اي تفضل دكتور. اذا هي موجز موجز بسيط بسيط عن تقنيات تقنيات الجسم الجسم المعنوية المعنوية وعلاجها وعلاج الالتهابات الالتهابات الكلوية. الكلوية. طرق طرق تحضيرها طبعا عديدة عديدة، من من الطرق الطرق الفيزياوية الفيزياوية والطرق والطرق الكيميائية الكيميائية ومن ومن ضمنها ضمنها البيولوجية. الفيزياوية دائما تعتمد على من حجم كبير إلى حجم صغير، يعني لو نلاحظ من حجم كبير إلى الحجم الصغير، بينما الطرق البيولوجية من ضمنها الطرق الكيميائية هي من الحجم الصغير إلى الكبير بوتوم تو توب. اللي احنا استخدمناها الطرق الكيميائية خلافا عن الطرق البيولوجية اللي يستخدمون البكتيريا إلى آخره إلى بعض العضيات. عفوا دكتور، نعم الآن ظهرت. نعم. ف كثير ما هو مصطلح النانو معروف انه هي الماده الصغيره، يعني في الكلمه اليونانيه ترجمت تعني القزم او الرجل الصغير، والنانو هي الوحدات الدوليه القياسيه ستاندرديشن انترناشونال يونت، وتشير هذه البادره يعني الى 10 اس ناقص 9
لمثل نانومتر، نانوغرام، أي وحدة قياسية بمعنى النانو. وكيمياء النانو هي حصلت تفاعلات كيميائية على مقياس طول النانومتر لإنتاج المنتجات الكيميائية ذات أبعاد نانوية وتحضير وتنظيم هذه الجزيئات النانوية. وتكنولوجيا النانو وعلم الأحياء يقدمان علما أحياء بيولوجيا دليلا حيا أنهم مبدأ تكنولوجيا يتم تجميع هذه الحياة البيولوجية وعلى مستوى الجزيئي ومستوى مبدأ التجميع الجزيئي. لذلك لا ليش رجعت؟ ليش رجعت؟ هذا ما هاي مشان ليش نصير احنا ايش ليش احنا نسمي نصير علم النانو هو دراسة وفهم خواص هذه الجسيمات النانوية وتعريفهم بين دراسة الظواهر والتلاعب بالمواد الذرية والمواد ذات البنية النانوية، أي أن أي مادة لها خاصية أو خصائص ذات أهمية في بعد واحد على الأقل، وهو مقياس النانو على أقل من 100 نانومتر، ومعالجة هذه الجزيئات والتلاعب بها وهذه الجزيئات لإنتاج ومواد وأجهزة معينة تستخدم في هذه التكنولوجيا وعلى مستوى الذرات الجزيئية أو الجزيئية حتى نحصل على طول أو حجم معين أو حجم ذات معين للتلاعب. طبعا لماذا قدرة التحكم هذه في هذه المقاييس، أو ما هو النانو الصغير، وماذا سيحدث في المساحة الصغيرة على انتقال المقاييس النانو؟ جميع هذه التساؤلات ممكن ملاحظتها عيانيا عند استخدامها في العلاجات البيولوجية. فعلى سبيل المقارنة، يعني لو نضع مقارنات، أن عرض خلية دم الحمراء 7000 نانومتر، عرض جزيئية الماء في داخل 10 نانومتر، عرض شعرة الإنسان حوالي 80000 نانومتر، وهكذا سمك الورقة 100000 نانومتر. على مستوى الجزيئي في الدي ان اي شريط هو 2.5 نانومتر، وعلى مستوى شعرة الإنسان 80 إلى 100000 نانومتر وهكذا. أما التخليق فإحنا على مستوى جزيئات النانو جول كانت هي ثلث النانومتر، اللي هي ابتدأنا من عندها أنه شرعنا إلى بحث اللي الثنائي. نلاحظ أن هذه القياسات تبتدئ من القياسات الذرية، وابتدأنا من الموليكولز الجزيئية 110 ناقص، وإلى أن حصلنا المادة النانوية اللي ابتدأنا في علاجاتها. بالتالي يعني أسباب هذه الاختلافات، أسبابها يعني هو سبب الخصائص اللي ممكن نحصلها من المواد النانوية اللي نخلقها، يعني على حساب التأثير الكمي إذا يجعل ثغرات طاقة أكثر تأثيرا بأحجام الجزيئات، أو نسبة حصل على نسبة مساحة سطحية إلى الحجم، يعني جعل الجزيئات أكثر نشاطا وجعل الجزيئات من الذرات الكبيرة والسطحية والطاقة سطحية أكبر. وهذه الجزيئات ممكن أن تتمتع بحرية أكبر. لذلك نرجع إلى أو العالم أو العلم الحديث يلجؤون إلى الطرق الحديثة لاستخدام الطرق النانوية. السنوات الأخيرة اكتسب السعي لاكتشاف طرق جديدة لتخليق نانو بارتيكلز زخما كبيرا بسبب الطلب المتزايد على أحجام الجسيمات الأصغر من تخليقها وتكوين الطور النانوي. ويجب تحديد هذا الحجم وخصائص هذه المادة وما هي هذه الخصائص لكي نحصل على عملية التنوي، أي عملية تكوين هذه النويات الصغيرة، تجميع هذه الذرات الصغيرة، وتمثل الخطوة الأولى في مراحل التحول ويؤدي إلى نمو هذه النوية واستخدامها أو استخدامها كعلاجات معينة. أيضا تم تطوير عديد من الأساليب الصناعية مما مثل الأخوان اللي سبقونا على مستوى الهندسة، على مستوى الصناعات الكيميائية، لكليتها هي تخليق جسيمات صغيرة، تقليل وتحكم في هذه الجسيمات أو حفاظ على توزيع حجم هذه الجسيمات، شكل هذه الجسيمات مورفولوجيا وجسيماتها الجسيمات تؤدي بالأخير هو التحكم في حجم وتنوع وخصائص هذه الجسيمات وتوزيعها حتى يسمح لنا التأثير في هذه البنية البلورية وتأثيرها على
الهدف اللي مبتغاه من عنده اذا كان علاجيا او الى اخره. طبعا النانو هو زيرو، يعني احنا استخدمنا في بحث اللي راح يتطلق له دكتور حيدر زيرو دايمنشن اللي هو النانو جولد نانو بارتيكل، بينما التيوبل نانو تيوبل نانو روز هي تكون 1 دايمنشن، في حين انه 3 دايمنشن 2 دايمنشن عندما يكون برانش ستراكشر او نانو شيتس، او 3 دايمنشن عندما يكون فلاور او كويلز الى اخره. فالجزء الاخر اللي احنا ابتدانا به هو تخليق الماده النانويه اللي شرحها عن دكتور حيدر. تفضل دكتور. السلام عليكم. أولا أنا جدا أشكر الدكتور على أنه أتاح لي هذه الفرصة، وأشكركم أساتذتنا جميعا أنه على هذا الوقت اللي سمحتوا لي إياه. حقيقة إحنا الفكرة اللي شرعنا إلهام الدكتور على بالبداية أنه النانو جولد أو الذرات النانوية في عالم البيولوجي كلها كانوا يستخدموها كأنتي كانسر. فاحنا بناخذ شيء جديد نبتدي به انا والدكتور علاء هي بدايه الخطه البحثيه اللي وضعناها، فبدينا انه نستخدم النانو جولد ضد الانفلاميشن كعلاج للالتهابات باعتبار انه الانفلاميشن هو بريكورسر هو بادئ للكانسر. لذلك احنا هنا بلشنا به من النانو جولد. ليش اخترنا النانو جولد؟ باعتبار هو اقل سميه، يعني سميته جدا واضحه. فممكن احنا اول ما خلقناه جينا بالتحليق مالته جينا بالتحليق مالته استخدمنا الطريقه الكيميائيه باعتبار هي الاسرع والاسهل مقارنه بالطريقه البيولوجيه والطريقه الفيزيائيه. التفاعلات اللي استخدمناها احنا او تخليق النانو المواد اللي استخدمناها في تخليق النانو هو كان بولي اثيلين جلايكول حتى يعطي استقراريه للنانو جولد وتوزيعه بشكل انسيابي داخل السائل، واملاح الذهب اللي هو النانويه والاتش 2 او الماء. كذلك استخدمنا علاج تقليدي للالتهابات او لعلاج الالتهابات اللي هو الهيدروكورتيزون، وهذا متوفر بالصيدليات من صناعه شركه سامراء اللي موجوده وين؟ بالعراق. اذا المواد اللي استخدمناها في هذه التجربه مالتنا. طبعا من خلقنا النانو احنا قبل لا نسوي الكاركترايزيشن حتى نقيس الحجم مالته، احنا ممكن من اللون تقدر تتخمن حجم النانو اللي انت توصلت له. مثلا هذه الصوره اللي قبل شويه كانت، هذه الصوره هنا اللون شكل اللون هو يعطيك حجم النانو اللي انت واصل له. فلو تشوفون هذا اللون المركب اللي احنا خلقناه اللي توصلنا الى تخليقه هذا، كان لو تقارنوا بالصوره السابقه تقريبا تشوفوا هو اول صوره على اليسار، يعني اول لون على اليسار اللي هو اصغر حجم نانو. فهنا انا من الشكل المظهري او اللون اللي اقدر اشوفه بالعين المجرد النايكد اي انه ممكن اخمن حجم النانو مالتي، فهو تقريبا كان اصغر حجم. وفيما بعد ان شاء الله لما نوصل للتيم اذكر الحجم اللي حصلناه ان شاء الله. الكاركترايزيشن التوصيف اللي وصلنا له، احنا استخدمنا اربعه اجهزه واربع تقنيات اللي هو الفيزيبل سبكترو فوتوميتر واللي هو كان هذا اللون اللي اعطاني اياه، هذا اللي في الصوره اللي يمكم، والزيتا بوتنشال. الزيتا بوتنشال هو يقيس حجم النانو داخل السائل، حجم النانو وهو عالق السائل. الاس تي اي ار هو يقيس انه صار اكو تخليق او لا، حتى اعرف انه صار عندي ارتباط ما بين البوليتني جلايكول والنانو جولد وما بين النانو جولد والهيدروكورتيزون. والتي اي ام هو قياس النانو وهو جاف كريستال اللي هو ترانسميشن الكترون مايكروسكوب المجهر الالكتروني النافذ. هذه الصوره اللي تقريبا احنا حصلناها، هذا هو الستراكشر مال هذا الستراكشر مال يوقف هذا هذا الستراكشر مال الكورتيزون واللي حصلناه من شركه سيجما، يعني المصدر مالتهم. هذا وصف للنانو جولد، وهذه الخطوط اللي داير مدارها هي تمثل البوليفيلين جلايكول، يعني هذه الستابلايزيشن اللي حصلناها من البوليفيلين جلايكول اللي هي شلون تشبه بالشمس من احنا نخططها بايدنا يعني. فبعد ما هذه الصوره للنانو جولد وحده، هنا هذه الصوره السي اللي هي تمثل النانو جولد بعد ما حملناه بيمن بالكورتيزون، لان احنا هنا استخدمنا النانو جولد مره كعلاج ومره ككارير، مره انا عالجت به الالتهابات الكليه ومره لا حملت عليه الكورتيزون. وهذه الصوره ايضا هنا ضفنا له مركب اخر اللي هو البكتايد.
نجي هنا للكاركترايزيشن. طبعا هذه اليو في فيزيبل، هذه هو اليو في فيزيبل، الطول الموجي اللي اعطانا اياه اعلى طول موجي على 524، وهو طول موجي مخصص للجول، امتصاصيه الجول. هذه الصوره هنا تمثل لي الاف تي اي ار، وهي صفات جديده حصلناها تختلف عن النانو جولد. يعني هذا الاف تي اي ار انا قست الجولد وحده وقست الكورتيزون وحده، وبعد ما سويت كومباين بيناتهم من حملت الكورتيزون على الجولد هم قسناها، فاعطتنا صوره تختلف عن الصورتين الاوليين. فهذه تمثل لي صوره الاف تي اي ار. هذه هنا الصوره تمثل لي حجم النانو جولد بالمجهر الالكتروني. فهنا اعطاني حجم ما بين 25 الى 35 او اصغر من 40 نانو، هذا اللي انا حصلته بالمجهر الالكتروني. طبعا بالمجهر الالكتروني كان تقريبا ما بين ال 20 الى 30، وهذا حجمه بالكريستلايزيشن وبالزيتا بوتنشال حجم النانو وهو بالسائل حصلته ما بين ال 30 الى ال 40 تقريبا، فمعدل ما بين ال 25 الى 35 نقدر نقول حجم النانو مالتنا كان. هنا بعد ما انه كملنا التقليد نجي للشق الاخر من البحث وهو الالتهاب. بدينا نفت الالتهاب ايمن بالرات، فاستخدمنا ماده السايكلوسبورين، وهي ماده متوفره بالصيدليات اللي حث الالتهاب بالكليه، تحديدا بالكليه. فبعد ما حثينا الالتهابات بالكليه، فهاي صور من الرات اللي تمثل حجم الالتهابات اللي توصلت لها. طبعا التهاب سريري والتهاب كلوي، لان احنا سوينا معايير اليوريا والكرياتينين قسناها للقدرات السيارات، طبعا قسناها بالاضافه الى الصفات السريريه. فهي جزء من الصفات السريريه اللي ظاهره، بالاضافه الى انه قله حركه، يعني نقدر نقول الحركه مالتهم قلت، المزاج قل، كلش مالتهم مال القدرات من حتينا بهن الالتهابات. نجي لهنا هذه الصوره، انا عذرا شويه جاي اسرع لان على مود الوقت. يعني هذه الصوره هي تمثل معايير الكليه للكرياتينين، فاللون الاحمر هو قياس الكرياتينين المن للكليه اللي حطينا بها الالتهاب فقط. فهنا حصلنا 1.04 كانت قيمه الكرياتينين بمجموعه الحث الفشل الكلوي. بعد ما اعطيناه نانو جولد، هذا اللون الاصفر يمثل العلاج بالنانو جولد، قل من 1 الى نص تقريبا الى 0.56، وهذا اللون الرمادي هو يمثل العلاج بالكورتيزون وهو العلاج الطبيعي. يعني هذا متوفر موجود، ذكرت بالبدايه انه من معمل سامر راج جبناه باودر كرود ماتريال، يعني خالي من كل الاضافات. هذا الكورتيزون ما خالي له كل الاضافات، فجبناه باودر وعالجه بعلاج طبيعي انجكشن عن طريق الانجكشن، فكان 0.58 في حين النانو جولد 0.56. هذه استخدمنا النانو جولد كعلاج، لكن هذا السي شي يمثل او هذا اللون البرتقالي شي يمثل؟ لا، احنا حملنا الكورتيزون على النانو جولد، لكن كانت القيمه العلاجيه اقل، يعني من استخدمناه وحده كانت لها قيمه علاجيه اقوى مما استخدمناه ككاريير، اقطع علاج مقارنه بالكونترول، لكن 0.82 يعني قلل الالتهاب لكن مو مثل ما كان وحده. هذا الكرياتين. كذلك اليوريا معايير عفوا الالبومين اللي استخدمناه بالدم، احنا الالبومين بالدم بالسيرم. فكان حجمه كلش قليل، نزل انخفض باعتبار صار عندي طرح، قام ينطرح الالبومين ويا الادرار، فمن انطرح ويا الادرار صار عندي هايبو البومينيميا بالسيرم، هايبو البومينيميا. فانخفض بالسيرم. دلي؟ نعم، بقي من وقت يعني دقيقتين تقريبا، هل بالامكان اوكي الاستزاجات؟ اوكي، هذا اللي هو الانخفاض من جينا نعالج، ارتفع بالسيرم من 2 او الى 0.6 الى 3.6 نانو جولد، فيه هذا العلاج الكورتيزون الطبيعي، وهذا من سوينا على الكارير. نجي اخر شيء قبل لا اختم، وهذا اللي اخر صورتين هن للدراسه النتيجيه. يعني هذا هنا تمثل الكنترول الكليه الطبيعيه، هنا تمثل الكليه بالالتهاب. اذا تلاحظون هذا هنا صاير كريستلايزيشن، صاير عندي اشبه بالرمل داخل الكليه، وهنا صاير عندي فايبروسيس تليف بالكليه، وهذه الكليه هي المظهر الخارجي. بعد العلاج بعد ما عالجناه هذا شكل الكليه تقريبا، يعني رجعت طبيعيه، هي مشابهه باستخدام النانو، مشابهه لهذه. هذه الكليه الطبيعيه هي الكنترول، عالجنا بالنانو. هذه سي هي تمثل العلاج بالنانو، ودي تمثل العلاج بالكورتيزون، الكورتيزون الاعتيادي. لو تشوفون اكو وجه تشابه، بل النانو هو كان افضل من الكورتيزون الاعتيادي. لذلك احنا ننصح انه هذا ممكن باثوي جديد او قد علاج جديد، وهو العلاج بالنانو جولد لتقليل الالتهابات.
هذا كل اللي انا اقدر يعني ما سمح بي للوقت، وجدا اشكركم لاصغائكم وكذلك للدكتور علاء اللي سمح لي بهذا الوقت ولحضراتكم جميعا. شكرا دكتور حيدر. طبعا احنا هذه الماده اللي حصلنا عليها مقدمين بها ان شاء الله براءه اختراع في علاج هذه الالتهابات، نعم الله نحصل على هذه البراءه. شكرا جزيلا مره ثانيه لاتاحه الفرصه دكتور سلوان ست مريم، شكرا جزيلا لكم. كل الشكر والتقدير لكم سعادة البروف علاء الدين صبحي مع سعادة المساعد الدكتور حيدر حسن الوجيهي، وهذا البحث المشترك الرائع المقدم من قبلكم والمشاركة الرائعة. بارك الله بجهودكم ونفع الله بكم الأمة. والآن أعزائي الحضور، نبقى مع فقرة المداخلات والاستفسارات لحضراتكم. يرجى التفضل برفع أداة اليد لإعطائكم الصلاحية للاستفسارات، وباختصار لو سمحتم. شكرا جزيلا. نعم دكتورة وداد، تفضلي، بإمكانك فتح المايك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم، يعني معلومات قيمة وأبحاث رائعة وجهود مباركة من قبل أساتذتنا المبدعين حقيقة في أبحاثهم وفي النتائج التي توصلوا إليها. أنا عندي استفسار واحد فقط يختص بآخر بحث تم عرضه الآن. إذا سمحت دكتور حيدر، في الشرائح التي عرضها هناك صورة باستخدام الكورتيزون، العلاج باستخدام الكورتيزون لوحده أو باستخدام النانو. حقيقة كان الفارق بسيط في النتيجة التي تحصلتم عليها، يعني يمكن 0.02 بين العلاج بالنانو وبين العلاج بالكورتيزون بتقنية النانو وبين العلاج بالكورتيزون بشكل مباشر. فما أدري هل هذا يشكل فارق كبير؟ أرجو الإيضاح، مع شكري وتقديري ودعائي لكم بالتوفيق. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. شكرا لك دكتورة وداد على هذه المداخلة. نعم، السلام عليكم، أنا جدا أشكركم دكتورة على هذه المداخلة. طبعا كلش اكو فارق دكتورة، لأن الفارق بالتراكيز، أنا بالكورتيزون استخدمت 0.5 جرام، يعني جرام العفو 0.1 جرام، وذوبته بالماء، يعني 0.1 جرام كلش حجم كبير، وذوبته بالماء وكانت هذه النتائج. في حين النانو كورتيزون اول شيء جمت الباودر، هو كان باودر اشتريته من شركه سيجما من المانيا، لما ذوبته حضرت 100 مايكرون عن الباودر، ذوبته بماء، ومن الماء اخذت 600 مايكرون ذوبته وياها من اخلطته ويا البولي اثيلين جلايكول. يعني لو اقارن التراكيز، اذا تحبون ادز لكم ان شاء الله التراكيز يعني كارقام اللي استخدمناها، تشوفون انه تقريبا الكورتيزون مستخدمين اكثر من 10 اضعاف كتركيز من النانو جولد، يعني النانو جولد تراكيز بالنانو مستخدمين كلش قليل. في حين الكورتيزون 0.1 جرام استخدمنا، بالتالي لو تشوفون انه فرق التراكيز، لكن النانو اعطى فائده اكثر من الكورتيزون. يعني إذا النتيجة المتحصلة يعني فيها فارق بسيط، لكن يعني الفائدة إنه قلة التراكيز المستخدمة، وطبعا إذا كل ما زاد تركيز الكورتيزون، هذا طبعا قد يسبب يعني أضرار أخرى على مناطق أخرى، صحيح؟ طبعا دكتوره، طبعا يعني انا وين استخدم، يعني انا استخدم علاج بكميه معينه وين اقلله ب 10 اضعاف واستخدم نفس ويعطيني نفس الهيرنج، يعني نفس العلاج. يعني نعم، مثلا على سبيل المثال للتقريب، استخدم 10 حبات باراسيتامول، وين استخدم حبايه واحده باراسيتامول اعطاني نفس التاثير مع 10 حبات باراسيتامول. نعم، رائع دكتور، رائع، بارك الله فيكم جدا واحسن الله هو هذا الفكره، هو هذا الفكره انه الاستخدام حاليا هو استخدام الكورتيزون. احنا الكورتيزون احنا نريد نبتعد عنه، لان الكورتيزون احد انواع الهرمونات الاسترويديه اللي عندها مضاعفات ثانويه، فنريد نبتعد عن هذا، استخدمنا المانع والحمد لله كانت الفكره صحيحه والنتائج صحيحه. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا السلامة. أستاذ دكتور علاء عليكم السلام ورحمة على الله. المداخلة وعلى المحاضرة القيمة، شكرا دكتور حيدر، هذه الجهود يعني ممتازة، وأرجو الله يحفظكم. مجرد مداخلتي الدكتورة وداد سماوي دخلت مشكورة وسئلت السؤال، نرجو أنه من الأخوة السائلين أو المتحدثين يذكرون مكان عملهم حتى بالمستقبل، الفكرة أن يكون هنالك نوع من الربط والتواصل ما بين الباحثين والتعاون العلمي، هذه الفكرة، نسمح بهذا المجال ونضع نوع من التفاعل والتشارك في النتائج وفي الفعاليات، وطبعا وين مثل ما تفضل الدكتور حيدر عندما تستخدم بنادول او باراسيتامول كمية 12 نسخ يعني قطعة على قطعة واحدة وتعطيك نفس العلاج او نفس الفعالية، طبعا هذا شيء ليس فقط جانب اقتصادي انما صحي، ويحفظ اعتقد يعني ولو انا مو اختصاصي بس يساهم في الحفاظ على الكلية لفترة طويلة، فبارك الله بكم، هاي مداخلتي البسيطة، شكرا. شكرا جزيلا لك سعادة البروف سلوان على هذه المداخلة. نعم أعتقد دكتور بشير. السلام عليكم، يعطيكم العافية. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل سعادة البروف. والله أنا عندي العديد من الاستفسارات بس أختصر عشان الوقت. نعم الاستفسار الأول دكتور سلوان عن المجلي، يعني ممكن أعطينا فكرة عن الرانكينج بتاع المجلي تصنيفه يعني في مواصلات، هذه واحد، لكن سؤالي الأهم بالواقع أنه حول الكشف عن الجسيمات النانوية البلاستيكية في جسم الإنسان أو جسم البشر. صحيح أنا يعني يعذرني الدكتور سلوان اختلط علي الأمر، هل هو كان يتحدث عن الـ يعني الـ 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 البلاستيك، التلوث بالبلاستيك او التلوث بالجسيمات النانوية البلاستيكية؟ هلا التلوث بالبلاستيك هذا معروف منذ عشرات السنين وهي مشكلة العالم، ويعتقد انه الكارثة الجديدة اللي بعد التغير المناخي اللي تلوث البيئة بالبلاستيك، هذا يعني اللي مقبل عليه العالم. لكن الجسيمات النووية البلاستيكية صحيح ما في، زي ما تفضل الدكتور سلوان ما في عليها شغل ما نعرفهاش، وانا من الناس اللي يجهل الموضوع هذا، واعتقد كمان الدكتوره جليل اللي معانا يعني كنا بنحاول انه نبحث عن سميه الجسيمات النووية لكن البلاستيكيه، لكن ما كان واضح بالنسبه لي هل ها يعني هو كان البحث عن جسيمات نانوية تكونت بالصدفة بسبب استخدام البلاستيك، أو هناك في تحضير للجسيمات النانوية البلاستيكية، وإذا في طريقة أو في مرجع يتكرم عليها الدكتور سوان يبعث لنا إياه، لأنه حابين نشوف يعني كيف ممكن نحضر إحنا جسيمات نانوية بلاستيكية، لأن هذه تختلف عن الميتال ليكويد ميتال أوكسايد نانو 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 بارتيكلز. شكرا جزيلا. في بس بعد كمان سؤال الدكتور اعتقد علاء حول لون يعني هو ذكر انه نستطيع ان نحدد حجم الجسيمات النانوية من اللون، هل هذه ما فيها ريسك؟ يعني انا اعتقد انه الالوان هذه يعني الحجم يعني في فرق بين 10 و20 و30، هل نستطيع انه من خلال لون المحلول بتاع النانو بارتيكلز يعني نحدد اللون؟ وبالمناسبه احنا في جامعه جرس نستطيع ان نحضر كل انواع النانو بارتيكلز بالجري ميثود باي ريدكشن من نباتات معينه، وهذه ارخص واوفر وصديقه البيئه، وشكرا. اسمعي شكرا دكتور على السؤال الجميل. طبعا دكتور اذا انت من اللون تقدر تخمن، يعني انا من اعطانا هذا اللون انا قلت انه هذا جو ال50 راح يطلع، انت تقدر تعرف انه هذا من جو ال50 من 50 الى 100 حسب هذه الالوان اللي انا قبل شوي عرضتها. طبعا هذه بها مصادر، ولا انا بعدني ما قايسها، انا شلون اطمئنيت ليش اخذت هاي الصوره اللي انا يعني كنت خالها اللون الاحمر القاني تقريبا، هذا هو هاي اللي قلتها، ولا انا حصلت اكثر من لون، حصلت الوان تدرجيا، لكن هذا اخذت اعتمادا على المصادر انه قال اذا لونه كان احمر ثاني فهو جو تحت ال50، وصدق من اخذتها وقستها بالزيتا بوتنشال، يعني قست حجم النانو وهو بالسائل وقست حجم النانو وهو كريستلايزيشن بعد ما جففناه وغسلناه وديناه بالتي اي ام الترانسميشن الكترون، فاعطانا ما عبر ال50، اثنيناتهم ما عبر ال50 حجمهم، وحتى من حملناه على الكورتيزون
وصل حجمه ويا الكورتيزون يمكن 55 الى 60 نانو بعد ما حملناه على الكورتيزون يعني. فكان هو حجمه كله من ضمن الالوان التدرج اللوني اللي اعطونا اياه. يعني هذا اخوي يعطيك دكتور، هذا تدري طول موجي، هذا باليوفي يعني. لكن احنا الفيصل اللي كان عندنا هو الزيتا بوتنشال والتي اي ام. هذه وحده دكتور، الوحده الثانيه انه اللون هو احنا عندنا فتره خزن، خصوصا اذا كانت فترات علاجيه. يعني اخذنا فتره تقريبا 6 شهور ما تغير اللون عندنا. هذا اللون اعتمدناه كانديكيتر اولي انه، كمؤشر اولي انه ما قاعد يتغير. ليش؟ لانه هذا واقع هذا التحضير، لانه التخليق مالته احنا مو بسرعه صار عندنا، يعني عده مرات وشلنا يا الله وصلنا لهي النتيجه. اللون كان عندنا انديكيتر اولي قبل القياسات اللي راح نقيسها بالمجهر الالكتروني بالزيتا بوتنشال، شوف القياس النانوي المخدر. فكان اللون احد المؤشرات الاوليه دكتور. شكرا جزيلا. بس سمعت استاذ صفاء جاوب الاستاذ تفضل الدكتور سعادة بشير. شكرا. نعم تفضل. شكرا الدكتور بشير اولا على مشاركتك القيمه، انت يعني مبادره من جنابك بالمشاركه، وايضا اقترحت الدكتوره الجليله ان تشارك معنا. فهذا يعني جربناك احنا في المحفل العلمي اللي كان في الاردن، وكنت حضرتك نجم المحفل بالمشاركه العلميه في انذاك. حبيت اوضح موضوع النانو، هذا البارتيكلز، النانو بارتيكلز البلاستيكيه. الحقيقه هي دراسه انا قريتها في 2022 وكتبت عليها صحيفه الجارديان البريطانيه، كتبت عن هذا الموضوع واشارت الى مجموعه من البحوث اللي نشرت من قبل، اشرت الى بالبحث او بالدراسه المحاضره، بحث او فريق عمل هولندي كان يعمل في هذا الاتجاه. انه المشكله انه لا غير متاكدين اولا من اين اصل هذه النانو بارتيكلز، هل هي تلوث الهواء، هل هي لان البيئه مثل ما تفضلت ملوثه بهذه المواد بكثرة إنتاجها وكثرة استخدامها وسوء يعني حفظها عندما تكون disposables، يعني هذه اللي تترك في البيئة. أنا أذكر من كنت في بريطانيا أدرس في منتصف الثمانينات، أيضا كان أكو مشكلة كيف تتخلص من البلاستيك، هاي الكاريرز اللي يحملوها بالأسواق، فكانوا يطعموها بمواد غذائية حتى من ترمى مع القمامة مع الأوساخ تأكلها بعض الميكرو يعني الحشرات الدقيقة، بحيث أنه منها تأكلها ومنها تتخلص البيئة منها. لكن الآن استفحلت أكثر لأنه كثير من استخداماتنا اليومية تتم بهذه المواد البلاستيكية. فهل هو من الشرب، من الأكل، من الهواء، من التلوث الطبيعي اللي يحصل بسبب التحلل لهذه المواد لحد الآن؟ وكيف تستقر هذه المواد؟ قسم منها تستقر في الكلية، قسم تستقر في المشكلة في الصفائح الدموية في الدماغ، إذا استقرت ستكون مشكلة كبيرة هذه، وأعضاء أخرى، وكما طرقت ربما لها حتى علاقة بموضوع الكانسرز يعني. فلذلك يعني أنا شخصيا مشترك يعني مع بعض الباحثين، لكن لم ننشر بعد هذه النتائج في طور دراسة، وتحتاج إلى تقنيات متقدمة على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم. ف يعني أنا أنصح بهذا المتابعة هذه الأمور، وممكن أرسل لك يعني مصدر أو مصدرين في هذا الاتجاه للاستفادة منه. حضرتك رجل عالم في اختصاص أيضا تأثير السموم، لأن النانو بارتيكلز هذه من مشاكلها انه مثلا حتى لو استخدمتها في الادويه او استخدمتها في مسائل معينه، طيب بعدها بعد ما تنترك شنو خطورتها؟ هذه غير معلومه لحد الان، او يسموه فيز 3 وفيز 4 من تصنيع المواد النانويه. ال1 وال2 هو تحضير واستخدام، اوكي جيد، هذا يستخدم في الحضاره الثانيه، ده نستخدمها في مسائل التكنولوجيا والهندسة والعلوم والتطبيق. لكن عندما تتركها
يعني تصبح لا تستفاد منها، ماذا سيحصل فيها عندما تتركها في البيئة؟ هذه لا زالت أسئلة عميقة لم يتم الإجابة عليها. فاستخدامها مهم، لكن ما بعد الاستخدام ماذا يحصل؟ هذه أيضا تشالنج، تحديات يواجهها العلماء. فإن شاء الله يعني الفكرة من هذا اللقاء هو أولا تقديم هذه النخبة الراقية من العقول إلى منصة أريد وإلى الباحثين فيها. ويعني شكرا لك على دعوتك للباحثين للعمل في مختبركم، وهذه يعني من الأخلاق العالم الذي يسمح بما متوفر لديه. وكذلك الدكتور حيدر أيضا حقيقة يجب أن أذكرها، رغم أنه معرفتي به بسيطة، بس أيضا أشار أنه هو عنده مختبر ومسخرة لخدمة الباحثين. فكل الشكر لكم، وأشكر أيضا الدكتور عبد السلام والدكتور محمد اللي أرسلوا البحث قبل ما يطرحوه، وهو تقريبا في طور النشر لأنه انتهى تقييمه بالإيجاب، تحكيمه يعني من ناحية صلاحيته للنشر. وأني الحقيقة أنتظر من كل باحث، هذه المجلة ليست مجلتي أنا شخصيا ولا حتى مجلة، هاي مجلة كل الباحثين، حتى ندخلها بالسكوبس، لأنه الآن أصبحت السباق نحو السكوبس، جامعاتنا كلها تريد سكوبس، وزارات التربية والتعليم العالي تريد سكوبس. فالباحث أصبح محاصر، لا ينشر في أي مجلة لأن لا يترقى ولا يحصل على تقدم وظيفي ولا على أي شيء، لأنه هاي كلها تصب في تصنيف الجامعة. أصبحنا إحنا مع الأسف حبيسين لشركات عالمية في النشر العلمي. فكما اتحدت هذه الشركات وكونت هذه الماكينة الضخمة من النشر العلمي، يجب أن نتحد نحن الباحثين وننشر أيضا بقوة، لكي أولا نزيل عن نفسنا هذا الشك، وهو هل هي سكوبس أو غير سكوبس، وثانيا أن نبقى نحن كباحثين ناطقين بالعربية لنا دور في الحضارة الإنسانية من خلال دعم هذه المجلات التي ولدت من رحم الأمة ومن رحم المنصة ومن رحم الجامعات، وأنتم كلكم يعني مساهمين فيها بشكل أو بآخر. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. كل الشكر والتقدير لكم سعادة البروف سلوان العاني رئيس تحرير مجلة أريد الدولية على هذه المشاركة القيمة، بارك الله فيكم وتقبل منكم صالح الأعمال. أعزائي الحضور، انتهت أعتقد فترة الاستراحة، وسنبدأ معكم إن شاء الله على بركة الله الجلسة الثانية لهذا الملتقى. مع كل الود والخير والمحبة، يتجدد لقاؤنا بكم وننطلق معكم في رحلتنا لهذا الملتقى العلمي الثالث لمجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا تقنية النانو تكنولوجي، بداية مع المشاركة العلمية لسعادة الأستاذ المساعد الدكتورة جليلة رابح بودماغ، أستاذة مشاركة في الكيمياء من جامعة فرحات عباس بالطيف من الجزائر. حصلت على درجة الدكتوراه في فيزياء المواد جامعة جوزيف فوريه غرونبول في فرنسا، ودرجة الماجستير في كيمياء المواد من جامعة قسطنطينة، وعضو في نقابة الخبراء الدوليين من جنيف سويسرا، مدربة في مجال الملكية الصناعية والفكرية وكتابة براءة الاختراع، وستقدم لنا مشاركتها العلمية بعنوان الجسيمات النانوية تطبيقاتها في الحياة اليومية وتأثيرها على الصحة والبيئة. تفضلي سعادة الدكتورة جليلة، معكم الصلاحية. دكتورة جليلة، تفضلي، بإمكانك فتح المايك.
أعتقد لا يوجد صوت دكتورة. دكتورة جليلة، هل تسمعيني؟ دكتورة جليلة موجودة معنا بالقاعة لكن المايك مفتوح لكن لا نسمعها. دكتورة ممكن تتأكدين من أنه المايك يعمل؟ أستاذ صفا، بلا أمر، معلش ناخذ الباحث اللي نعم بعده نعم إن ونرجع شاء بعدين الله، للدكتور. تفضل. تمام إن شاء الله. الحين إصلاح العطل، تفضل. ننتقل معكم لمشاركة جديدة لسعادة الأستاذ المساعد الدكتور عبد الله طاهر، قسم تكنولوجيا الأشعة التشخيصية من جامعة العلوم والتكنولوجيا، دكتوراه فيزياء وعلوم الأشعة الطبية، المشارك من اليمن الشقيق، قسم تكنولوجيا الأشعة التشخيصية من كلية الطب والعلوم الصحية من جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن، نشر أكثر من 25 بحث متخصص في مجلات مستوعبات سكوباس وكلاريفيت، وأشرف على العشرات من الأبحاث ومشاريع التخرج. قام بتقييم العشرات من الأبحاث العلمية لعدد من المجلات العلمية، وعضو هيئة تحرير مجلة أريد الدولية. عنوان مشاركته العلمية: التطبيقات السريرية لتكنولوجيا النانو في الطب النووي. تفضل سعادة البروف الأستاذ المساعد عبد الله، معكم الصلاحية. أستاذ عبد الله، المايك مفتوح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سعادة. هل الصوت نعم واضح؟ نعم دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتناول في هذه المشاركة التطبيقات السريرية لتقنية النانو في الطب النووي. يتركز العرض في عدة نقاط، منها مقدمة بسيطة عن تقنية النانو واستخدام تقنية النانو في الطب، خصوصا في الطب النووي، وبعض الجسيمات النانوية التي يمكن استخدامها في مجال الطب النووي، سواء في الجانب التشخيصي أو في الجانب العلاجي. بالنسبة للنانو تكنولوجيا وتقنية النانو، نحن نتكلم عن استخدام مواد حجمها يتراوح ما بين 1 إلى 100 نانو تقريبا، لا يمكن رؤيتها بالعين أو حتى أحيانا في المجهر الضوئي، ترى في المجهر الإلكتروني، وعادة يكون حجم حقها يتراوح أقل من حجم البكتيريا وحجم الخلايا عندما ننظر في الجانب الحيوي، تتراوح ما بين حجم الفيروسات وحجم الأجسام المضادة. وبالتالي فتقنية النانو هي عبارة عن علم وهندسة للتعامل مع المواد في النقاس الذري او الجزيئي، وتتركز ايضا
تركيب أو تصميم الأجسام النانوية على بناء أشياء من مكونات صغيرة جدا. على سبيل المثال شعرة الرأس في الإنسان قطرها أو عرضها أكثر من 80,000 نانومتر. طبعا في الجانب الطبي عندما نستخدم تقنية النانو نطلق عليه ما يسمى بالنانو تيك ميديسين، ويتقاطع فيه الكثير من العلوم إلى جانب الطب مثل علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة وعلوم الحياة. ودائما نبحث في هذا المجال تركز على إيجاد طرق جديدة للتحكم في خصائص المواد عن طريق تغيير حجمها بدلا من تغيير مكوناتها، وبالتالي هذه الأبحاث واعدة بشكل كبير جدا في الجانب الطبي من خلال التشخيص المبكر ودقة التشخيص، وكذلك تفريد العلاج، أي أنه يعطى كل شخص العلاج أو الخطة العلاجية المناسبة له بناء على حالته وبناء على نوع الحالة التي فيها وعمره وغيره وغير من الأشياء الأخرى لمختلف الأمراض. وعندما نتكلم عن النانو ميديسين نجد أنه مجال متقدم في مجالات الفيزياء الطبية، حيث كما نعلم أنه الفيزياء الطبية هي هدفها دراسة الطرق التي يتم من خلالها تشخيص أو علاج الأمراض، وهي عبارة عن تقاطع لمجموعة من العلوم مثل العلوم البيوفيزيكس أو الفيزياء الحيوية، الفيزياء وعلوم الأحياء، وتعتمد على الجانب الهندسي في الجانب التكنولوجي، وبالتالي هي تركز على كثير من الأشياء التي تساعد في تشخيص أو في علاج الأمراض مثل التصوير الطبي، مثل العلاج الإشعاعي، وبقية أنواع العلاج، علاج الضوئي الحراري. وتقنية النانو هي تعد مجال متقدم في الأبحاث في هذا الجانب. واستخدام النانو تكنولوجي في الطب النووي، في البداية نتكلم عن الطب النووي، هو استخدام النظائر المشعة أو التي تشع أشعة نووية مثل أشعة جاما وألفا وبيتا، نستخدمها في الجانب الطبي إما في التشخيص في التصوير الطبي أو في حالة العلاج الإشعاعي مثل علاج الأورام. وعندما نستخدم في مجال الطب النووي احنا نستخدم مستحضرات صيدلانيه مشعه، او نسميها بالراديو فارماسيوتيكالز، وهي عباره عن مكونات تتكون من مكونين رئيسيين، مكون مشع ماده مشعه تعطينا اشعه جاما او الفا وبيتا في العلاج، او وكذلك جزء كيميائي. هذا الجزء الكيميائي يركز على الخصائص البيولوجيه للدواء او المستحضر المشع بحيث يوصله إلى العضو أو النسيج المستهدف بناء على الخصائص النسيجية والمرضية لهذا العضو أو النسيج، بحيث يكون امتصاصه في مكان معين، المكان المستهدف، ولا يمتص في جميع أنحاء الجسم. وبالتالي عندما نحمل هذه المواد المشعة في أجسام نانوية أو جسيمات نانوية صغيرة جدا، سيعطي مجال أوسع أو آفاق واسعة في التشخيص، وكذلك قدرة هذه الجسيمات النانوية على العبور من خلال الخلايا والدخول إلى داخل الخلايا بحكم حجمها الصغير. طبعا من الجسيمات النانوية التي تستخدم في الجانب الطب النووي والتصوير والعلاج النووي، بعضها جسيمات عضوية تتكون مثلا من الليبيدز، من الدهون وغيرها، وبعضها تتكون من مكونات غير عضوية مثل المعادن والأكاسيد وأشباه الموصلات. كمان في نوع آخر الهيبريد أو الهجين، ممكن دمج نوعين مختلفين مثلا مكون عضوي ومكون غير عضوي عشان نحصل على ميزات الاثنين، وبالتالي بيكون هناك تحسين لفعالية العلاج أو تقليل للمقاومة امتصاص العلاج في الأنسجة والخلايا المستهدفة في هذا العلاج. طبعا هنا في هذا الجدول هناك ملخص بستعرضه بشكل سريع لأهم الجسيمات النانوية المستخدمة في الطب النووي، سواء كان في التشخيص التصوير الطبي أو العلاج النووي. منها الليبوسومات ومكونات وهي مكونات عبارة عن حويصلات تتكون من الفوسفوليبيد أو الدهون مع الفوسفات، مكونات عضوية. كمان الأورجانيك مثلا زي الذهب وأكاسيد الحديد،
والدندريمرز والبوليمرات والكربون نانو تيوبس والكوانتم دوتس. ميزتها دائما هذه ان حجمها صغير، عاده يتراوح من 1 الى 100 نانومتر، وبعضها عضوي وبعضها غير عضوي. ومن تطبيقاتها الطبيه توصيل الدواء الى الخلايا المستهدفه، وكمان تستخدم في التصوير الطبي كمعاملات او سما صبغات تباين للتصوير الطبي المختلف، سواء بالرنين المغناطيسي او التصوير المقطعي او التصوير بالموجات فوق الصوتيه. وكذلك تستخدم في الجانب العلاجي، توصيل العلاج سواء كان علاج كيماوي في الكيموثيرابي او في العلاج الراديوثيرابي، علاج اشعاعي، هو عباره عن علاج ايش؟ نانوي. طيب بالنسبه للميزات حقها، من اهم الميزات فيها انه متوافر بعضها، خاصه الجسيمات النانويه العضويه، انها متوافق بيولوجيا مع مكونات غشاء خلايا الجسم، ويمكن ينفذ من خلاله، وبالتالي يمكن تدخل الى داخل الخلايا. وكذلك هي متعدده الاستخدامات، يمكن ان تغلف مواد معينه او تحتوي داخل حاملات نانويه اخرى. كذلك لها استقرار، كثير منها لها استقرار، ولها قدرة على التحكم في توصيل الدواء إلى المكان المستهدف حسب الجرعة المعطاة، ولها خصائص أيضا قابلة للتعديل، ولها سعة في تحميل كمية دوائية عالية وتوصيلها إلى الأماكن المستهدفة بشكل إيش معين. لكن يوجد ايضا بعض الليميتيشنز او بعض القيود، مثلا زي ثبات واستقرار الادويه التي تتكون من شق نانوي وشق اخر، وكمان بعض الاثار، احتماليات الاثار السميه لبعض، خاصه بعض المعادن والاكاسيد. وبالتالي تجري الابحاث على مدى العقدين الماضيين في مجال تقليل هذه المشاكل التي قد تصاحب استخدام المواد النانويه في الجانب الطبي، رغم أن بعضها تم اعتمادها مثلا في الولايات المتحدة وفي دول الاتحاد الأوروبي، بعض الجسيمات خاصة العضوية وبعض مكونات الكربون وغيرها، بعضها قد صارت تستخدم مثلا في العلاج الكيماوي لأمراض سرطان الثدي وسرطان الرحم وغيرها. طبعا هنا بعض الطرق كيف يتم تحميل المواد المشعة ب الجسيمات النانوية. هناك عدة طرق، إما أنها تحقن داخل أو توضع داخل الجسيم النانوي نفسه الذرات المشعة أو الأنوية النيوكليدات المشعة، أو أنها يتم في طريقة أنها يتم تثبيتها بسطح المادة أو الجسيم النانوي، أو بعض الجسيمات النانوية حين يكون لها زوائد، بعضها يمكن تثبيت هذه المواد المشعة في الزوائد، وبالتالي هي تنتقل مع انتقال الجسيمات النانوية وتصل عن طريق الروابط والمستقبلات والمستقبلات في الخلايا، بحيث تلتصق هذه الجسيمات النانوية بالخلايا المستهدفة دون غيرها. كما نلاحظ في هذه الشكل مثلا طريق توصيل الجسيمات النانوية مع ما تحمله مادة مشعة إلى النسيج الورمي. نلاحظ مثلا في عندي نوعين من الاستهداف، في الباسف والاكتف. بالنسبه للباسف هو يعتمد على خصائص الهيستولوجيا او خصائص النسيج، حيث نجد نلاحظ في الوعاء الدموي في اللون الاحمر انه الانسجه او الجدار في فتحات يمكن من خلالها عبور الجسيمات النانويه والوصول الى الخلايا او تتراكم في الخلايا ايش؟ الورميه. بينما في الاكتف تارجتنج او الاستهداف النشط، تزود الجسيمات النانويه ببعض الروابط التي تمكنها من الالتصاق في الخلايا الورميه والدخول الى داخلها، في على حسب نوع الجسيم النانوي. اذا كان متوافق قد يكون هذه الروابط ليبيدز، قد تكون اجسام مضاده، قد تكون بروتينات، بناء على نوع النسيج المستهدف. وبالتالي بيكون توصيل العلاج او الماده المراد توصيلها الى الخلايا بشكل ايش؟ اكبر. طبعا هناك عده استخدامات للجسيمات النانويه في الطب النووي، منها اولا التشخيص او التصوير الطبي، وهنا يتميز عن التصوير الاعتيادي بطرق التصوير الطبي المختلفه،
إنه هنا يتم التصوير على مستوى العمليات البيولوجية أو على التفاعلات التي تتم في الخلايا، وبالتالي يمكن يكون هناك تغير حيوي طفيف في الخلايا ينذر بحدوث مرض معين، وبالتالي يتم ما يسمى بالإيرلي ديتكشن أو الاكتشاف المبكر للمرض عن طريق ملاحظة التغيرات عن طريق امتصاص الخلايا لهذه المواد والمواد المشعة التي فيها، وبالتالي يمكن تصويرها باستخدام الأجهزة النووية أو أجهزة التصوير الأخرى، ممكن استخدام الأشعة تحت الحمراء أو أشعة الليزر. أيضا يتم استخدام الجسيمات النانوية في توصيل العلاج المشع إلى الخلايا السرطانية لتدميرها عن طريق الجسيمات المشعة أو الجسيمات النووية مثل ألفا وبيتا، حيث تعتبر جسيمات مشحونة قادرة على تدمير الخلايا وبالتالي منع الأورام من الانتشار أو التضخم في المكان المستهدف، وبالتالي تخدع الخلايا الورمية. من التطبيقات التشخيصية السيس ديتكشن، سواء اكتشاف المرض سواء كان مسبباته فيروسية أو بكتيريا أو الخلايا الورمية، وهنا ممكن نستخدم الكربون نانو تيوبس، ممكن نستخدم الجولد نانو بارتيكلز أو نانو دوتس، السيليكون نانو وايرز، هذه كلها جسيمات نانوية يمكن تحميلها بالمواد المشعة أو التي تصل إلى النسيج المستهدف بالتصوير، وبالتالي تظهر في الصورة في عند التصوير بأجهزة الطب النووي مثلا جهاز البيت سكان أو جهاز السبكت سكان أو الجاما كاميرا، وهي عبارة عن أجهزة تصوير تعتمد على امتصاص النسيج للمواد المشعة، وبالتالي تستقبل بعدين أشعة جاما الخارجة من الجسم، وتكون الأشعة هنا من داخل المريض إلى والجهاز الخارجي فقط هو يعمل سكان أو استقبال للأشعة. ايضا اكتشاف الجينات التي فيها تشوهات، وبالتالي يمكن استخدام الجسيمات النانويه في اكتشاف الجينات او التشوهات او الطفرات التي تحصل في بعض الجينات او بعض مكونات الدي ان ايه. طبعا في بعض التقنيات المستخدمه مع مثلا في الكربون نانو تيوبس، انه يتم تغطيه الجسيمات النانوية بجسيمات مضادة، هذه الجسيمات المضادة لها امتصاص فقط كبير في البرو فاكتور ريسبتورز أو في معاملات التكبير أو التضخم الموجودة في الخلايا الورمية، لأن في الخلايا الورمية يكون الانقسام كثير وغير الخلايا السليمة، وبالتالي توجد بعض المستقبلات في الخلايا الورمية ولا توجد في الخلايا السليمه، لذلك هذه الماده تروح الى الخلايا الورميه وبعدها تبدا ايش؟ في الاشعاع، ونعرف المكان اللي فيه ورم عن طريق كميه الاشعاع الخارج منه من اشعه الجامعه، بينما الانسجه السليمه لا تمتص هذه الجسيمات وبالتالي لا تشع ولا تظهر في الصوره. هذه الفكره. ايضا السيليكون نانو وايرس نفس الفكره ايضا، في الصوره نلاحظ هنا عاده ان فيفو كومباين ثيرابي للمايس، هنا البري كلينيكال عاده تم تجريبه في الفار عنده ورم معين تم عفوا حقنه. دكتور، الدكتور عبد الله، عفوا ايوه دكتور، كان الوقت يعني تداركنا طبعا، الله يحفظك يا رب، فلو اوكي تختصر يعني بقي دقيقة واحدة فقط، يا ريت او ان شاء تختصر، الله. الله يكرمك. اذا هذا بالنسبه للجانب التشخيصي، يمكن استخدام ايضا جسيمات الذهب النانويه. ايضا في تشخيص امراض القلب يمكن عن طريق التصوير النووي تحميل المادة المشعة بجسيمات نانوية، وبالتالي تشخيص الأماكن الذي يحصل فيها احتشاء أو نقص في التروية الدموية في عضلات القلب بسبب بعض الانسدادات أو التضيقات في الشرايين. أيضا توصيل الجينات وهي طريقة معينة تستخدم أيضا في علاج الأورام، تستخدم أيضا في الجانب العلاجي. ممكن أيضا كما يتحمل الجسيم النانوي الصبغة المشعة يمكن يحمل الدواء المشع ايضا او الباعثات بيتا والفا وتوصيلها الى المكان المستهدف دون غيره، وبالتالي بيكون هناك يعني استهداف محدد والاثار الجانبيه تقل، لانه الاستهداف سيكون فقط على الخلايا الورميه، استنادا او استفيد ايضا من بعض الخصائص البيولوجيه والنسيجيه للورم التي تجعل هذه الانسجه تمتص بشكل مفضل المادة النانوية التي فيها العلاج الإشعاعي دون غيرها.
كمان في الفوتوديناميك ايضا يمكن استخدامها، تحمل جسيمات النانويه، جسيمات تتفاعل مع الضوء وتنتج جسيمات الاكسجين التفاعلي، وهو يقوم بتدمير ايش الخلايا. ايضا استخدامها في الجانب التشخيصي والعلاجي يسمى ثيرانوستيك ابلكيشنز، لان الجسيمات ممكن تحمل اكثر من دواء واكثر من صبغه، وبالتالي يمكن استخدام في اكثر من تصوير واكثر من علاج الخلايا. الجانب الاخير اتكلم عن جانب الامان والانفيرومنت، كما لها الجسيمات النانويه ميزات تجعلها مؤهله للعب دور كبير في الطب النووي، ايضا في بعض الليميتيشن او بعض الحلول مثل السميه وغيرها لبعض الجسيمات تحتاج الى دراسه اكثر، رغم انه كثير من الدراسات تمت ويمكن بعضها اظهرت انه يمكن تقليل السميه عن طريق بعض التعديلات الكيميائيه في الجسيمات النانويه نفسها. ونستنتج بالاخير ان الجانب او التقنيه النانو يمكن ان تحول الطب الى سمارت ميديسين او الطب الذكي، بحيث انه يكون في الاستكشاف المبكر للمرض والعلاج الانتقائي على المستوى الخليه، وكذلك يعطي فرص اكثر لعلاجات الاورام واعطاء مرضى السرطان يتمتعوا ببقيه اعمارهم، وبالتالي كمان العلاج بيكون اقل سريع واقل الما على المرضى. ومجال النانو تكنولوجي مجال واعد في الجانب الطبي، بحيث انه سيحدث ثوره في مجال تشخيص وعلاج الامراض. وشكرا جزيلا لاستماعكم وحسن الصوت. شكرا شكرا سعادة الدكتور، الله يحفظك، بارك الله بك على هذه المحاضرة الرائعة. مع محبتنا الكرام، عودا على ذي بدء، معنا الدكتورة جليلة رابح بومداغ، أستاذة مشاركة في الكيمياء جامعة فرحات عباس بالسطيف في الجزائر، ومع محاضرتها الجسيمات النانوية تطبيقاتها في الحياة اليومية وتأثيرها على الصحة والبيئة. تفضلي دكتورة جليلة، معك. السلام عليكم، هل تسمعونني؟ نعم ألو. دكتورة، تفضلي تفضلي الحمد دكتورة، لله، اسمعي. أنا من الهاتف، ما فهمت ليش صار هذا المشكل. المهم، السلام عليكم، مساء الخير، معكم الدكتورة جليلة، أستاذة بالكيمياء بجامعة فرحات عباس بالجزائر. بداية أود أن أشكر منصة أريد ومشرفين المؤتمر لاستضافتي، وبالخصوص الدكتور سلوان والدكتورة مريم وأيضا الدكتور بشير جرار اللي عرفني بهذا المنصة. بداية، الموضوع راح يتطرق حول الجسيمات النانونية وتأثيرها على البيئة والصحة. دائما نتحدث عن الجسيمات النانونية وتطبيقاتها، لكن المشكل المطروح هو ما في كثير، يعني ما في كثير يعني نشاطات حول تأثيرها على البيئة والصحة، وخاصة وأكثر كمان التوصيات الذي والأشياء التي يجب أن نتخذها لتفادي تأثيرها على صحة الإنسان والبيئة. ممكن سلايد من فضلكم، ممكن دكتورة مريم ممكن تعجبي لي كمان سلايد. عموما، بداية، تم تعريف الجسم النانوني، الجسيمات النانونية، عرفناها كعبارة عن مئات إلى آلاف الذرات، ولتشكل جسم نانومتري كما هو معروف، أي وين يكون مقياس الطول متراوح بين 100 نانومتر. السؤال المطروح، لماذا يجب تطوير المواد على المستوى النانوني؟ هو بحكم أن البنية النانونية لها تساعد في تطوير خصائص جديدة للمركبات عن طريق التحكم في هذه المركبات على المستوى الذري والجزيئي. أيضا تسمح لنا أننا نصنع مركبات جديدة ومبتكرة ذات أداء جيد، ونحسن كفاءتها على المستوى النانومتري،
الذي المعروف بامتلاك خصائص فريدة التي لا نجدها في المستويات الأكبر، وأيضا لا نجدها في المواد العادية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتكنولوجيا النانونية أن تساعد في حل مشاكل كبيرة في مثلا في مجال تقنية المياه وإنتاج الطاقة وإصلاح البيئة. السلايد اللي بعده دكتورة من فضلك. طبعا كما هو معروف، التطبيقات النانو جسيمات النانونية متعددة، نجدها مثلا في توصيل الأدوية التي يتم تصميمها لتحليل الأدوية في موقع محدد من الجسم، وكمان أيضا في الأجهزة الإلكترونية الصغيرة لأنها تمتلك خصائص كهربائية فريدة، وأيضا يمكن استعمالها في الدوائر الإلكترونية. أيضا ممكن استخدام الجسيمات النانونية في الطلاءات المضادة للبكتيريا لأنها تمتلك مساحات سطح كبيرة، وهذا يجعلها فعالة في قتل البكتيريا. كمان أيضا بغض النظر على هذه المزايا، هناك تطبيقات أخرى مثلا في تجديد العظام كاستعمال الهيدروكسيباتات التي بشتغل عليها مع النانو كومبوزايت، وكمان في زراعة الأسنان، في أنظمة توصيل الأدوية، وأيضا في إزالة المعادن الثقيلة. كمان نجد الجسيمات النانونية في الحياة اليومية، وهذا الكثير من الناس العاديين ليس لديهم فكرة، مثلا في استعمالها في المبيدات الحيوية، في الضمادات كاستعمالها تدخل في مركبات واقي الشمس، في الملابس، في معدات المنزل، في الباكاجينج أي تعليب المواد. في المباني والمعدات الرياضية والكمبيوتر. عندها استعمال سلبي، وهو انبعاث الجسيمات النانو في الغلاف الجوي عن طريق انتقال هذه الجسيمات إلى الوسط البيئي، وعن طريق النشاطات عن طريق عملية احتراق الخشب، وهذا ما يجعل تركيز عالي لجسيمات النانو في الغلاف الجوي، وأيضا وهذا يؤثر يخلف آثار محلية بيئية وأيضا في العالم. السلايد اللي بعده دكتورة من فضلك. شكرا. كمان يؤثر على صحة الإنسان والحيوان، حيث أنه يمكن أن يخترق الجسم من خلال العديد من المسارات، وخاصة عبر الجلد، أيضا مما يسبب من كثرة استعماله السيل نيكروزيس أي نخر الخلايا الناجم عن سمية الخلوية، وهذا يحفز نمو الخلايا. مثلا عن أكسيد التيتانيوم الجسيمات النانونية، بالرغم أن ثنائي الأكسيد التيتانيوم معروف باستعمالاته وموجود في عدة مواد مثل في تركيب في عدة مواد مثل الحلويات، المواد التجميلية، الأدوية، إلا هنالك مخاوف بشأن استنشاقه في شكل استنشاقه على شكل جسيمات متناهية. تشير الدراسات إلى أن استنشاق جزيئات ثاني أكسيد التيتانيوم يكون تأثيرات على صحة الجهاز التنفسي. السلايد اللي بعده دكتورة. هناك عدة مسارات رئيسية لدخول
هذه الجسيمات النانونية إلى البيئة، نجدها كما قلت من قبل في تدخل في تركيب منتجات للعناية الشخصية ومستحضرات التجميل، على سبيل المثال التيتانيوم ديوكسيد، أوكسيد الزنك والذهب. المسار ممكن يكون مثلا عن طريق الهواء، عن طريق المياه السطحية، عن طريق المياه المستعملة. المحفزات مثلا مثل أوكسيد السيغنيوم، البلاتينيوم، الترو أوكسيد أوف مولبدان، والذي مساراته يكون عن طريق المساحات السطحية والمياه المستعملة. الدهانات والطلاءات مثلا نجد في تركيبها الديوكسيد أوف تيتانيوم والذهب، ومسار الدخول يكون عن طريق الهواء، عن طريق المياه السطحية والمياه المستعملة، وكمان عدة وكمان مثلا في تغليف الطعام عن طريق المياه السطحية. بالنسبة للمواد الطبية والصيدلانية، يدخل مثلا عن طريق المياه المستعملة والجراوند أي السطح. السلايد اللي بعده دكتورة. السلايد اللي بعد دكتورة من فضلك. كمان ممكن سلايد اللي بعده، شكرا. كمان ممكن أضيف كذا شيء آخر، أن النانو بارتيكلز الجسيمات النانونية يمكن أن تنتقل إلى السلسلة الغذائية عن طريق النباتات، أو أيضا وهذا يؤثر على صحة الإنسان. ممكن أيضا تنطلق عن طريق الأدوية مثلا، ممكن تستهلك من طرف الحيوانات، مما يسبب أيضا أمراض مزمنة وتؤثر على صحة الإنسان. وبهذا نأتي بتوصيات مقترحة حول استعمال النانو، لأنه عموما نتحدث كثير عن النانو، عن اهتمام وعن تطبيقاتها، عن تأثيرها، لكن كاين جانب مهم جدا وهو التوصيات المقترحة، وهي مهمة جدا في الحياة، في الستراكتر يعني في البنيات، يعني في المدارس، في عدة مجالات، يعني في مجال الصحة وهيك وهكذا. أول شيء هو يجب الحد من تعرض العمال للجسيمات النانونية، وأيضا تحديد الأخطار المهددة التي تمثلها المواد النانونية، أيضا توفير تدريب ومعلومات كافية حول الجسيمات عن طريق حملات التوعية والتحسيس، جمع معالجة النفايات الجسيمات النانونية، أيضا إظهار علامة خطر الجسيمات النانونية في أماكن العمل، التعامل مع المواد النانونية في شكل هنا من جانب تركيب المواد النانونية تصنيعها، هناك عدة طرق لتصنيعها، مثلا باي سول جيل ميثود، عن طريق الهيدروثيرمال ميثود، طريقة هيدروثيرمال ميثود يعني الطريقة الكيميائية، لكن هناك طريقة نظيفة مثل جرين سانتيزيس. يعني يجب التفكير في تصنيع مواد ذات سمية أقل، أي أننا ممكن أن نلعب عن البارامترز العوامل مثل ألو عفوا دكتورة، أعتقد أن الوقت حسرة يعيد. دكتورة نعم لا حسرة أوكي. أيضا يجب أن يظل التركيز على المواد النانونية الموجودة في جو مكان عمل دائما عند أدنى مستوى ممكن. السلايد اللي بعده دكتورة، ما بقى إلا القليل. السلايد اللي بعده من فضلك. اللي بعده دكتورة السلايد. ألو. أيضا في مواقع البناء يوصى باستخدام الأدوات الميكانيكية المحمولة المجهزة بأنظمة متكاملة لالتقاط الملوثات، مجهزة بفلاتر هوائية عالية الكفاءة، ارتداء بدلة يمكنها توفيرها حماية كاملة ضد مخاطر المواد النانوية، عدم تجاهل الملامسات السيئة لاحتراق وانتاج الجسيمات النانونية.
اسلايد اللي بعده دكتوره من فضلك. وفي النهايه المستقبل، المستقبل هو اننا نفكر في تصنيف. اسلايد اللي بعده دكتوره من فضلك، شكرا. سلايد. الو، نعم السلايد معك السلايد اللي دكتورة. بعده دكتوره، بقى اقل من دقيقه. المستقبل، المستقبل يجب ان حملات كما قلت تحسيسيه، ونظر كما نصنف تصنيف منتجاتنا، كما نصنف البيبر الورق والزجاج. وايضا في النهايه هنا امثل زبون في محل جاء يسأل هل يحتوي المركب على جسيمات نانونية، يقول له يجب أن تقرأ الملصقات النانونية، أي يجب أن نضع في المواد التي تحتوي على مركبات نانونية، نضعها في التركيبة، يعني النانو لابرز. وشكرا لكم على الاستضافة، وشكرا. ميرسي، شكرا. شكرا جزيلا لك دكتورة جليلة رابح مدمغ على هذه المشاركة القيمة والنافعة، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. شكرا لكم. شكرا. نعم، والآن أعزائي الحضور ننتقل معكم إلى مشاركة جديدة لسعادة الدكتورة مريم قيس العاني، باحثة في قسم العمارة من كلية الهندسة بالجامعة الوطنية الماليزية، مدير الإدارة اللوجستية في منصة أريد العلمية، ومدير تحرير مجلة أريد الدولية لقياسات المعلومات والاتصال العلمي، عضو هيئة تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. وستقدم لكم حضورنا الكرام مشاركتها العلمية بعنوان دور النانو تكنولوجي في تحسين التفاعل بين المباني ومستخدميها. تفضلي دكتورة مريم، معكم الصلاحية. السلام عليكم، شاشة واضحة؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم دكتورة واضحة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الملتقى المفيد، الملتقى العلمي الثالث لمجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا بعنوان النانو تكنولوجي. طبعا أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس الملتقى سعادة الأستاذ الدكتور سلوان، وكذلك الأساتذة الأفاضل الذين قدموا محاضراتهم المفيدة الرائعة في شتى المجالات، وأيضا الشكر ل كادر الإدارة والأستاذة صفاء والأستاذ عدنان، شكرا جزيلا لكم. نبدأ على بركة الله. طبعا لن نغطي جميع الموضوع، الوقت لا يكفي 15 دقيقة، لكن نعطي رؤوس نقاط لعنوان المشاركة. مشاركتي هي بعنوان دور النانو تكنولوجي في تحسين التفاعل بين المباني ومستخدميها. طبعا في السنوات الأخيرة شهدت النانو تكنولوجيا تطورات مذهلة ساهمت بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الذكية لجميع العلوم بما في ذلك العمارة. دمج هذه التقنيات في الهندسة المعمارية يكون ثورة حقيقية تعزز من جودة الحياة وكفاءة الأبنية التحتية، خصوصا بالتفاعل مع المستخدمين، مستخدمي المباني. في هذه المحاضرة سنستعرض كيف يمكن للنانو تكنولوجي أن تلعب دوراً حيوياً في تطوير المباني الذكية. طبعاً مصطلح النانو تكنولوجي معروف، عند دمج المصطلح النانو تكنولوجي مع العمارة يكون لدينا مصطلح جديد وهو النانو أركيتكتشر، العمارة النانوية. لماذا نستخدم النانو تكنولوجي في العمارة؟ طبعاً لاستخدامها عدة فوائد، من ضمنها المحافظة على الطاقة، تقليل استخدام الطاقة، تحسين القوة والمتانة للمواد، وكذلك زيادة الاستدامة، تحسين الكفاءة الطاقية من خلال تحسين المواد البناء وتحسين أداء الأجهزة، حيث يمكن للمباني أن تقلل بشكل كبير من استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيل، وتقلل أيضا انبعاثات الكربون. من ضمن التطبيقات الموجودة حاليا في مجال العمارة
هي استخدام مواد بناء نانوية. قدمت النانو تكنولوجي حلول غير تقليدية لتحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية لبعض المواد واستخدامها في مواد البناء الرئيسية للمباني. مثال على ذلك عندنا النانو سيليكا، هذه هي النانو سيليكا، هذا هو تركيبها. طبعا النانو سيليكا تعزز من قوة الخرسانة، يتم خلطها مع الخرسانة وتعزز من قوة الخرسانة وكذلك مقاومتها للمياه والحرارة، مما يعزز من كفاءة المباني ضد الظروف البيئية. النانو سيليكا أظهرت البحوث أنه استخدام هذه المادة يعمل على تحسين واضح في مقاومة ضغط العينات التي تحتوي على النانو سيليكا. عند الضغط، ضغط هذه العينات تعرضها لضغط في المختبرات، أظهرت مقاومة عالية بمختلف الأعمار ومختلف الرتب. أيضا استخدام النانو سيليكا في الخرسانة أظهر نتائج في انخفاض نسبة الامتصاص والمسامية، مما يؤكد تحسن البيئة الداخلية وبالتالي ارتفاع الكفاءة لهذه الخرسانة واستمراريتها وديمومتها مع الزمن. التطبيق الآخر هو التفاعل، تحسين التفاعل بين المباني ومستخدميها باستخدام المستشعرات النانوية، النانو سنسرز. طبعا هذه المستشعرات يمكن أن تتتبع وتحلل سلوكيات المستخدمين والبيئة المحيطة بدقة عالية، وكذلك ترصد العوامل البيئية داخل وخارج المبنى، تعمل على بعدها تعمل على تعديل الظروف المحلية، كما يعني مثلا تتحكم بدرجة الحرارة، تعمل تتحكم بأمور مختلفة للمحافظة على درجات حرارة مقبولة وإضاءة وكذلك جودة الهواء. وأيضا هذه المستشعرات يمكن دمجها داخل خامات المبنى بهدف تجميع المعلومات والبيانات والعمل على راحة مستخدمي المكان. يمكنها التفاعل مع المستخدم والحساسات الأخرى وتصبح على شكل شبكة من المكونات الذكية التفاعلية، تعمل على ترتيب وتنظيم درجات الحرارة، الرطوبة، مستوى الإجهاد، جودة الهواء وغيرها من الأمور، وأيضا تقوم بتحسين ومراقبة أداء المبنى لوظائفه وكيفية ترشيد استهلاك الطاقة داخل المبنى. مثلا التحكم في بيئة المبنى، يمكن أن تتعرف على المستخدم، تقوم بضبط الحرارة الملائمة له للمستخدم، وتتحكم بالنوافذ، ممكن يعني تغيير درجة انعكاس أشعة الشمس عن هذه النوافذ، أو مرور أشعة الشمس من خلالها وفقا للفصول ووفقا لدرجات الحرارة وهكذا. يتوقع أنه يتم تطوير هذه السنسرات المتحسسات في المستقبل لزيادة الراحة الداخلية للمسكن وكذلك للمباني بشكل عام، زيادة الراحة الحرارية الداخلية بشكل ذكي باستخدام هذه الحساسات المطورة بتقنيات النانو بطريقة تفاعلية مع بقية الأجهزة والمعدات للعمل على تنقية الهواء، ضبط الحرارة وضبط حرارة الفراغات وكذلك المياه المستخدمة في المبنى، ضبط مستوى الرطوبة الداخلية والإضاءة وغيرها من الأمور والعوامل التي تعمل على عمل بيئة مناسبة، بيئة مريحة ومناسبة داخل المباني. طبعا تختلف باختلاف اليوم والليلة وكذلك الفصول. وأيضا يتوقع تطوير حساسات لمراقبة اهتزاز المباني والتآكل وغيرها من الأمور للتنبيه. هذا أحد الأمثلة يوضح كيف يتم استخدام الأفلام النانوية على زجاج المباني. هذه الأفلام تقوم بالتحكم بكمية الضوء والحرارة الداخلة للمبنى حسب الملائم، يعني حسب ما يلائم الفصل والنشاطات داخل المبنى وغيرها، بهدف تقليل الحاجة إلى التدفئة والتبريد الاصطناعي لتقليل استهلاك الطاقة. أيضا من التطبيقات الأخرى هذه السنسرات، النانو سنسرز، التي تعمل على تحسين السلامة والأمان
وهي عبارة عن أجهزة إنذار مبكرة أكثر حساسية ودقة وأقل حجما. الحجم صغير جدا مقارنة، هنا يقارنها بالعملة النقدية الكوين، وأيضا مقارنة بأصبع الإنسان صغيرة جدا لتحسين السلامة والأمان كأجهزة إنذار. أيضا من التطبيقات الأخرى هي حساسات النانو لرصد ملوثات الهواء. تؤدي هذه الحساسات مهامها في رصد واكتشاف استكشاف الملوثات والغازات الضارة في الهواء بأقل استهلاك للطاقة، من أمثلتها حساسات أنابيب النانو كربون، وتستخدم هذه الحساسات مما يعطي فعالية أعلى، ويمكن تغطية الأسطح الخارجية للأنابيب الكربونية برقائق من البوليمر لمعرفة نوع الملوثات. كذلك من الحساسات الأخرى المناسبة للاستخدام في رصد ملوثات الهواء هي حساسات النانو الصلبة Solid State Nano Sensors، تستخدم في المباني من خلال ربطها بالأجهزة اللاسلكية ونظم المعلومات الجغرافية. يتم تصنيعها عن طريق استخدام طبقة رقيقة جدا من أكاسيد الفلزات، و يتم عملها يعتمد عملها على التغير في القيم المقاومة أو الموصلية الكهربائية لطبقة أكسيد الفلز عندما تعلق فيها ملوثات الهواء من الغازات وغيرها من الهواء الجوي. هذا أحد الأمثلة، أحد المشاريع اللي استخدمت هذه التقنية، وهي مستشفى في مكسيكو سيتي استخدموا هذه الأجزاء اللي تم تركيبها، هذه اللي تشبه خلايا النحل، تم تركيبها على واجهة المبنى على النوافذ. عند سقوط أشعة الشمس على هذه التراكيب تعمل على تحرير غاز الأكسجين، وذكرت المصادر أنه خلال اليوم الواحد يمكن أن تقلل التلوث عن 1000 سيارة. التلوث الصادر من 1000 سيارة يمكن لهذه الـ هذه التر هذا التركيب بمجموعه أن يقلل التلوث في اليوم الواحد. هذه صورة أقرب للمبنى، هذه التراكيب مركبة على زجاج المبنى، هذه أيضا صورة أخرى. نعم، بالنسبة للمجال الآخر هو مجال تطبيقات النانو تكنولوجي في مجال الطاقة النانو انرجي. هذا المجال عند اعتماده يغير من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر بديلة ومتنوعة وغير ضارة بالبيئة، وكذلك يؤدي دور كبير في استغلال الطاقة النظيفة المتولدة من الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والشمسية وغيرها. إذن سيقلل من استهلاك الطاقة. من ضمن التطبيقات هي الفوتوفولتيك سولار بانلز أو النانو سولار سيلز، وهي تختلف عن السولار سيلز التقليدية، الخلايا الشمسية التقليدية. في خطوة للحد من استهلاك الطاقة، تطورت النانو تكنولوجيا ألواح شمسية ضوئية رقيقة تعمل كخلايا شمسية تولد الكهرباء بشكل فعال، ويمكن تطبيقها على الواجهات والأسقف دون الحاجة لمساحة مخصصة لها كما كان الحال في الخلايا الشمسية التقليدية. الخلايا الشمسية التقليدية يتم تركيبها على السطوح، تحتاج مساحة وتحتاج تركيب، مثل هذا المثال، هذه يتم على سطوح المباني يتم تركيبها وتحتاج إلى مثبتات وعمل كثير، بينما هذا هو الفرق بين الخلايا الشمسية التقليدية والنانو شمسية. الخلايا النانو شمسية تكون على شكل أفلام، على هيئة رولات بلاستيك من النانو مرن، يمكن وضعها إما على الواجهات أو على الأسقف على سطوح المباني، تكون أسهل. هذا أحد الأبنية اللي طبقت هذه التقنية، مركز تجاري في سنغافورة، وهو أطول بناء في سنغافورة لحد الآن. في هذا الجزء من المبنى تم استخدام هذه الرولات، رولات الأفلام
النانو سيلز، نانو سولار سيلز. نعم، التطبيق الآخر، نعرف كم بقى لي من الوقت؟ 4 دقائق تقريبا، 3 دقائق. التطبيق الآخر للنانو تكنولوجي في المباني هو العزل الحراري. المادة هي تسمى بالإيروجيل. الإيروجيل هي عبارة عن مادة عازلة نانوية تزيد فعاليتها عن المواد العازلة ب 23 مرة، 23 مرة أكثر فعالية وأكثر عزلا من العوازل العادية الموجودة المستخدمة في الأبنية حاليا. أيضا شفافيتها تصل إلى 75%، وهذه ميزة سنلاحظها بعد قليل في أحد المشاريع تم استخدامها، وتوفر عزل للجدران والنوافذ، ويمكن وتكون مادة صلبة ليس من السهل اختراقها، وتمتاز بأنها خفيفة الوزن للغاية. هذا المبنى تم استخدام مادة الإيروجيل، وهو سبورت سنتر في فرنسا، مركز رياضي تم استخدامه على الواجهات، على 3 واجهات استخدموا ألواح الإيروجيل بدون الحاجة إلى الأغطية الشمسية أو اللوفرات ولا فتحات التهوية حتى ما يحصل تقطيع بالمظهر للمظهر الخارجي والواجهات للمبنى. طبعا شفافيتها 75% من الشفافية هذه يعني تحولت إلى ميزة، أنه تدخل الضوء لكن بدون وهج، وكذلك الظلال تكون خفيفة وما تشتت انتباه الشخص داخل البناء، وبذلك نقلل من استهلاك الطاقة في الإضاءة. الألواح هذه سمكها 25 مليمتر، عرضها متر، وطولها يصل إلى 6 أمتار. هذا هو المبنى من الداخل، إضاءة بدون وهج وبدون ظلال قوية. طبعا لكل تكنولوجيا توجد تحديات في التنفيذ. من أهم التحديات اللي تواجه من أهم التحديات اللي تواجه النانو تكنولوجي في مجال العمارة هي الكلفة. كلفتها كبيرة، وفي مراحل التطوير والتنفيذ الأولية خاصة، وكذلك أيضا بالنسبة للقبول الاجتماعي، الكثير من المستخدمين والمطورين العقاريين يكونون غير معتادين على التكنولوجيا الحديثة، ويفضلون الطرق التقليدية في البناء، لذلك راح يواجهون مقاومة لهذه التطورات وهذه المواد، حالها كحال أي تطور جديد. في النهاية، دمج النانو تكنولوجي في البنية التحتية الذكية في العمارة يمثل مستقبل التصميم المعماري، لأنه يوفر طرق لتحسين التفاعل بين المباني والأشخاص، وكذلك طرق لتوفير الطاقة وتحسين جودة الحياة وتحسين التقليل من الآثار الجانبية للمباني هذه والتلوثات وغيرها من الأمور، لكن يتطلب استثمار كبير ومبكر ورؤية طويلة الأمد، لكن الفوائد المتحققة تستحق التحديات المحتملة. شكرا لكم، شكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بكم دكتورة مريم على هذه المحاضرة الرائعة. نعم أستاذة صفا لديها خلل في الإنترنت، وإن شاء الله ستعود معنا الآن. وأعزائنا الحضور، نقدم لكم الآن سعادة البروف شيماء محمد عامر من كلية الاقتصاد المنزلي جامعة الأزهر الشريف في مصر، والأستاذة والدكتورة عفوا شيماء تقدم لنا محاضرة بعنوان النانو تكنولوجي والملابس الوقائية والعلاجية. تفضلي دكتورة شيماء، معكم الصلاحية. دكتورة شيماء تفضل. مع حضرتك دكتور، ثانية واحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة. وبعد، يسعدني ويشرفني انضمام اليوم في الملتقى العلمي الثالث لمجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا بعنوان النانو تكنولوجي، فكل التحية للقائمين على هذا الحدث، وشكرا لزملائي المتحدثون وللسادة الحضور كل باسمه وصفته، فدعونا نبدأ. عنوان المحاضرة النانو تكنولوجي والملابس الوقائية والعلاجية. تقتحم التكنولوجيا في وقتنا الحالي جميع نواحي الحياة، فما كان يعرض بأنه فيلم خيال علمي في السابق أصبح اليوم يطبق في الواقع. فدائما ما أذهلتنا السينما بأزياء بطل لها مزايا خارقة تمكنهم من الطيران أو الاختفاء أو القتال ومواجهة الأعداء بقوة، إلا أن ذلك قد أصبح قريبا منا أكثر مما نتوقع بظهور تكنولوجيا النانو. أحدثت النانو عفوا عفوا دكتورة شيماء، الشاشة صغيرة، ممكن تكبير الشاشة؟ عذرا على المقاطعة، بس يعني غير واضحة. إذا أحببت بإمكاني مشاركة ممكن الشاشة. حضرتك تمام تعمل شير من عند حضرتك. تمام دكتورة، تمام. تمام. واضح دكتور، عندك الشير؟ تمام، واضح واضح. تفضل دكتور. السلايد اللي بعدها. ايوه تمام، شكرا. احدثت النانو تكنولوجيا ثوره هائله في عالم الازياء، حيث تستخدم اما لتحسين خواص النسيج او اكساب النسيج وظائف غير عاديه. يطبق النانو تكنولوجي في الصناعات النسجيه عن طريق 1، ادخال او خلق جسيمات نانو متريه في المواد النسجيه اثناء التصنيع، أو إدخال النانو جسيمات النانو أثناء التجهيز النهائي للنسيج، أو تغطية سطح النسيج باستخدام مواد النانو. فالألياف وقتها بتكتسب تأثير إيجابي زي مقاومة البكتيريا أو طرد الماء أو مقاومة الكهرباء الاستاتيكية. لذا سنتعرف على أهم التطبيقات في مجال الأزياء التي انتشرت خلال الأعوام القليلة الماضية. السلايد اللي بعدها يا دكتور. ثورة تقنية النانو في مجال الملابس العلاجية. علاج الأمراض الجلدية، عندنا الملابس المضادة للالتهابات، تستخدم الجسيمات النانوية المضادة للالتهابات في تصنيع ملابس تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية، حيث تقلل من الالتهاب والحكة. عندنا أيضا ملابس مضادة للميكروبات، تستخدم جسيمات الفضة النانوية المضادة للميكروبات في تصنيع ملابس تساعد في منع العدوى البكتيرية والفطرية، مما يساعد في علاج الجروح والالتهابات الجلدية. عندنا أيضا ملابس طبية لمرضى قرح الفراش، تعالج الملابس مرضى قرح الفراش بمضادات مختلفة من الميكروب بمضادات مختلفة مثل النانو سيلفر والنانو كيتوزان والنيومايسين. وده بحث اتعمل في مصر لزميل، وكانت أفضل العينات مقاومة للبكتيريا هي العينة المعالجة بالنانو سيلفر، بينما أقل العينات مقاومة للبكتيريا هي العينة المعالجة بالنيومايسين. أيضا في مجال الملابس العلاجية، ملابس المسخنة، تستخدم تقنية النانو لتصنيع ملابس بتسخن العضلات والمفاصل، مما يساعد في تخفيف الألم وتحسين حركة المفاصل، وبالتالي بنقلل الذهاب بيتم تقليل الذهاب لعيادات العلاج الطبيعي. ملابس أيضا تساهم في تخفيف الألم، تستخدم الجسيمات النانوية المضادة للالتهابات في تصنيع ملابس تساعد في تخفيف آلام العضلات والمفاصل. أيضا ملابس مساعدة في علاج السرطان، فتساعد في توصيل تستخدم تقنية النانو لتصنيع ملابس تساعد في توصيل الأدوية المضادة للسرطان إلى الأورام بشكل مباشر، مما يحسن من فعالية العلاج ويقلل من الآثار الجانبية. عندنا أيضا ملابس مساعدة في علاج السكري، تستخدم تقنية النانو لتصنيع ملابس تساعد في مراقبة مستويات السكر في الدم وتوصيل الأنسولين عند الحاجة. أيضا يوجد شراب بيرتديه مرضى القدم السكري، بيتابع قياس الحرارة بتاعة القدم وبيدينا مؤشرات لو في أي خطر. ثانيا، ثورة تقنية النانو في مجال الملابس الوقائية. الأنسجة الواقية من الأشعة فوق البنفسجية، عندنا الأشعة فوق البنفسجية التعرض ليها في مميزات وفي عيوب، لكن لما بيزيد عن الحد طبعا بيبقى فيه خطورة كبيرة. ده بالنسبة للفئات زي عمال النظافة وعمال المباني والطلبة في المدارس.
طبعا لازم هم مش هيستخدموا دهان معظم الوقت، فهنلجأ هنا لمعالجة الأقمشة بجسيمات أكسيد الزنك كالنانومترية، فيحسن من بعض خواص القماش زي النعومة والمتانة وارتفاع معدل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية ومقاومة البكتيريا. طبعا بيزداد تحسن تلك الخواص بزيادة تركيز جسيمات أكسيد الزنك كالنانومترية. عندنا أيضا ملابس الخاصة بالأطقم الطبية للعاملين في تحضير العلاج الكيميائي لمرضى السرطان، حيث تتم معالجة بعض أنواع الأقمشة بتركيزات مختلفة من مادة السيليكا النانوية مع مادة الكيتوزان، وذلك بهدف التوصل إلى أنسب الظروف لعملية معالجة أنواع الأقمشة المختلفة. عندنا أيضا ملابس مقاومة للحرائق مصنوعة من ألياف البوليمايد، والتي توفر وظائف متنوعة مثل مقاومة الحريق والاستقرار الحراري العالي ومقاومة الأحماض والقلويات ومقاومة التأكسد. هناك أيضا ملابس ذكية متصلة بالإنترنت. تقنية النانو سمحت لنا إن احنا ندمج الإلكترونيات كأجهزة استشعار وأسلاك دقيقة في النسيج، مما يسمح بإنشاء ملابس ذكية تراقب العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم، وتتفاعل مع البيئة المحيطة. تتفاعل مع الهواتف الذكية، حيث يمكن ربط الملابس الذكية بالهواتف من خلال تقنية البلوتوث أو الواي فاي، مما يسمح للمستخدمين بتلقي الإشعارات والتحكم في بعض وظائف الملابس. ملابس مستدامة وصديقة للبيئة. أيضا تمكننا تقنية النانو من إنتاج أقمشة من مواد طبيعية متجددة مثل السليلوز والكيتين، مما يقلل من الاعتماد على المواد البترولية، وبالتالي بتبقى أقمشة صديقة للبيئة. كمان عندنا النانو تكنولوجي بيسمح لي بتقليل استخدام المواد الكيميائية الضارة وقت تصنيع الأقمشة أو تنظيفها، مما يحافظ على البيئة وصحة الإنسان. أيضا مكافحة الكهرباء الساكنة باستخدام تقنية النانو. تعد الكهرباء الساكنة ظاهرة مزعجة تسبب العديد من المشاكل في مجالات مختلفة من الحياة مثل صناعة النسيج والإلكترونيات والرعاية الصحية. لحسن الحظ بتقدم تقنية النانو حلولا واعدة لمكافحة الكهرباء الساكنة. آليات عمل تقنية النانو في مكافحة الكهرباء الساكنة: واحد، توصيل الشحنات الكهربائية، فتستخدم جسيمات النانونية الموصلة مثل الكربون الناني والأكاسيد المعدنية لتسهيل تدفق الشحنات الكهربائية على سطح النسيج، مما يقلل من تراكمها ويمنع تفريغها بشكل مفاجئ. 2، تغيير خصائص السطح، بنستخدم الجسيمات النانوية العازلة مثل ثاني أكسيد التيتانيوم لتغيير خصائص سطح المواد، مما يقلل من قدرتها على الاحتكاك وتكوين الشحنات الكهربائية. امتصاص الرطوبة، بتستخدم الجسيمات النانوية الهيدروفيليكية مثل السيليكا لامتصاص الرطوبة من الهواء، مما يساعد على تقليل الكهرباء الساكنة. بعض التطبيقات الأخرى الشهيرة مؤخرا: ملابس مقاومة أو طاردة للماء لا تبتل ولا تتسخ. فقاعدة أساسية: لا يمكن أن يبلل السائل سطحا إذا كان التوتر السطحي للسائل أعلى من التوتر السطحي للركيزة الصلبة أو الأقمشة في الحالة اللي أنا بتكلم فيها. وعلى هذا يتم إنتاج سطح منخفض الطاقة عن طريق معالجة المنسوجات بمركبات الكربون الفلوريدية أو الجسيمات النانومترية، وهي الطريقة الأكثر شيوعا في مجال صناعة النسيج، مثل جسيمات أكسيد التيتانيوم أو أكسيد السيليكون أو أكسيد النحاس النانوية. استعمل على تقليل طاقة سطح النسيج، مما يقلل امتصاصه لحبيبات الماء، والتي بدورها تظهر على شكل كرات وتتدحرج من على سطح النسيج، وهذا ما يسمى بمحاكاة تأثير سطح نبات اللوتس. فكرة الملابس الطاردة للماء ظهرت للعلماء سنة 1992، استوحوها من نبات اللوتس، إذا هو موجود في الماء ولا يمتص الماء، ما بتخلوش إن هو يبتل أو يأثر فيها، وفي نفس الوقت بيقوم بتنظيف نفسه. فالفكرة ظهرت، أو العلماء استصحوا الفكرة في سنة 1992 من النبات ده. بعد كده عندنا من أكثر التطبيقات شيوعا بدلة السباحة. بيتم ارتدائها أثناء الألعاب الأولمبية ببطولة السباحة، وأخذت الرقم القياسي العالمي. تم تصميم البدلة بحيث إنها تضم طبقة بلازما معززة بتكنولوجيا النانو لصد جزيئات الماء والمساعدة في الانحدار الثيابي للسباحين عبر الماء، وأصبحت قمة مشتركة في مسابقات السباحة الأساسية، حيث يحاول جميع المنافسين اقتنائها لتعزيز فرصهم في الفوز. وأيضا عندي على أمازون
كلنا أكيد عارفينه، في مريال اطلاء مقاومة للماء وسعرها على في متناول اليد، ده بيستخدمها العمال وممكن بيستخدمها الأطفال لو عايزين يلعبوا بالألوان أو هيلعبوا بالمية أو كده عشان ملابسهم ما تتبلش. عندنا معطف واقي من المطر للسيدات قابل لإعادة الاستخدام. على فكرة الحاجات دي موجودة على موقع أمازون وسعرها مناسب جدا. أعتقد سعر المريالة اللي هي بتاعت مقاومة للطلاء 200 وحاجة جنيه، يعني مش سعر عالي جدا. إيجابيات تقنية النانو في الملابس: تمتلك تقنية النانو القدرة على تحقيق العديد من الفوائد لصناعة الملابس والنسيج بما في ذلك. أولا بتحسن أداء الملابس زي جعلها أكثر متانة، مقاومة للبقع، مريحة، تحسين تهوية الأقمشة مما يجعلها مثالية للملابس الرياضية، وأيضا بتضيف ليها وظائف تانية زي الحماية من الأشعة فوق البنفسجية وخصائص مضادة للروائح. إيجابيات تقنية النانو في الملابس أيضا زيادة الاستدامة، يمكن استخدام تقنية النانو لصنع ملابس أكثر صداقة للبيئة. عفوا نعم يا فندم. يرجى التوصية الاستنتاجات والنتائج التي حصلتم عليها لو سمحتي. تمام، أوكي. التوصيات ممكن حضرتك في الآخر خالص. التوصيات: فتح مجال عمل جديد أمام الشركات والمصانع في إطار ثورة الملابس الوقائية والمهتمة بصحة الإنسان وبيئته، توجيه الباحثين على إجراء البحوث العلمية في مجالات النانو والخاصة بالنسيج والملابس، حيث يمكننا عمل ملابس مضادة للرصاص باستخدام الجرافين وهتكون خفيفة في الوزن. اندماج العلوم والهندسة في تقنية النانو مع باقي العلوم سيؤدي إلى تكامل بين تقنية النانو والبيولوجيا والمعلومات والطب والإلكترونيات، سيقود إلى تطور هائل في جميع المجالات. الخاتمة: تتمتع تقنية النانو بالقدرة على إحداث ثورة في صناعة الملابس من خلال توفير أداء ووظائف محسنة، ومع ذلك من المهم النظر بعناية في الجوانب السلبية المحتملة بما في ذلك المخاطر الصحية والبيئية قبل تبني هذه التكنولوجيا بشكل كامل. هناك حاجة إلى مزيد من البحث واللوائح لضمان أن استخدام تكنولوجيا النانو في الملابس آمن ومستدام لكل من والبيئة. شكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا لك دكتورة على هذه المشاركة القيمة. ننتقل معكم الآن لمشاركة جديدة للمدرس الدكتور منتظر إسماعيل رحمة من جامعة الكرخ للعلوم العراق، مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي في جامعة الكرخ للعلوم، دكتوراه في علم المواد تقنيات النانو تكنولوجي، وسيقدم مشاركته العلمية بعنوان المواد النانوية وتطبيقات التنظيف الذاتي. تفضل سعادة الدكتور، منتظر معكم الصلاحية. السلام عليكم، صوت واضح يمكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم دكتور. بداية السلام عليكم، طبعا ارحب جميع الاخوة والاخوات والاصدقاء الموجودين حاليا ويانا، واحب اشكر منصة اريد صراحة على اتاحة الفرصة للباحثين العرب لاعطاء فكرة شاملة عن موضوع النانو تكنولوجي وتقديم كافة الابداعات الخاصة بهم. ان شاء الله محاضرتنا اليوم راح تكون حول موضوع تطبيقات التنظيف الذاتي وتوظيف المواد النانوية في تحسين الخصائص. طبعا انا راح ابدي من حيث انتهت الاستاذ مساعد الدكتوره شيماء ناصف فيما يتعلق بموضوع الملابس اللي عندها خصائص للتنظيف الذاتي. طبعا انا بالبدايه دكتور منتظر اسماعيل من جامعه الكرخ بالعلوم، التخصص الدقيق هو في مجال المواد النانوية وفي موضوع السيلف كليننج. كفكره عامه انه ممكن نعرف السطوح ذاتية التنظيف على أنه السطوح اللي عندها قدرة صراحة أنه تنظف نفسها بنفسها، يعني هذا السطوح عنده قدرة أنه يعني هذا السطوح من تتعرض إلى قطرات الماء أو إلى تيار مائي معين راح تكون عندها قدرة صراحة أنه تنظف نفسها بنفسها وتصير إزالة للأتربة والغبار أو الملوثات العضوية اللي موجودة على سطحها. صراحة هي فكرة حديثة جدا، لكن صارت كمحاكاة لنماذج بيولوجية موجودة منذ القدم. أحد أبرز هذه النماذج هو النبات زهرة اللوتس. هذا النبات هو من يعني يمتلك صفات مقدسة في الحضارة الآسيوية، وعنده قدرة عجيبة صراحة، يعني أنه هذا القدرة اللي عنده أنه هو عنده فد آلية معينة أنه ينظف نفسه بنفسه، يعني مختلف طبقات من الأتربة والغبار اللي تترسب على سطح مالته، مجرد أن يأتي سيل الأمطار، مجرد أن يتعرض للماء، هذا النبات راح يرجع لوضعه الطبيعي ويكون السطح مالته بشكل تام هو نظيف.
العلماء حاولوا يدرسون صراحه هذه الظاهره، هي ظاهره انه هذا النبات ليش بهالشكل ده ينظف نفسه بنفسه، شنو الاليه؟ فوجدوا انه هذا النبات صراحه الاستراكشر مالته، هذا الصوره واضحه امامكم، هذا الصور السكاننج الكترون مايكروسكوب بمقاييس مايكرويه وايضا متوفره بمقاييس نانويه، راح نلاحظ انه عنده في التركيب معين، هذا التركيب المعين يمتاز بطاقه سطحيه قليله ورفنس عالي جدا، مما اعطاه خصائص تسمى بخصائص السوبر هيدروفوبيك او سيرفس او السطوح فائقه الكره للماء. شنو نعني بالسطوح الفائقه الكره للماء؟ طبعا احنا ما دام انه احنا نتكلم عن سطوح فائقه الكره للماء، اذا احنا نتكلم عن حالتين، عن سطح وعن ماء. هذا الماء اللي هو متوفر، اما السطح فهي السطوح العاديه، السطح مثلا السطح اللي سواء يكون خشب، ورق، حديد، بلاستيك، يعني بغض النظر. بالتالي احنا اي سطح ممكن ان يمتلك خاصيه الهيدروفوبيك او السوبر هيدروفوبيك. اصل هذه الكلمه الهيدروفوبيك هو اصلها كلمه اغريقيه متكونه من شقين، شق الهيدرو اللي هو الماء والفوبيك اللي هو الخوف. لذلك من تجي نترجمها اللغه العربيه فتترجم على انه سطوح فائقه الكره للماء، يعني هذا السطوح ما تحب تلتصق مع الماء. السيرفيس تنشن او الطاقه السطحيه اللي على السطح تكون جدا قليله، فبالتالي ما عتفت قدره معينه انه ترتبط مع قطرات الماء اللي موجوده على السطح. اهم معيار لوصف خصائص هذه، يعني من اجي يعني اوصف مثلا خصائص سطح، بالعاده احنا نوصف خصائص ميكانيكيه، خصائص كهربائيه، نجي هواي تفاصيل يعني ندرس في هذا الموضوع. اهم تشخيص او اهم وصف للسطح بهذا التطبيق اللي هو تطبيق السوبر هيدروفوبيك او السيلف كلينيك هو موضوع الووتر كونتاكت انجل. ايش قد هذا السطح عنده قدره يعني يحصل لي زوايا اتصال لقطرات الماء مع سطح عالية. فإذا نجي احنا نصنف، طبعا اكو عدة تصنيفات للآلية اللي تتفاعل بها قطرات الماء مع السطح، اكو عدة تصنيفات. التصنيف الأول هو يسمى بالهيدروفيليك، يعني او السوبر هيدروفيليك، يعني هذا السطوح عنده قدرة كلش عالية انه ترتبط او تتصل او تكون حالة تلامس عالية مع من؟ مع الماء، فتسمى بالسوبر هيدروفيليك او السطوح فائقه الارتباط مع الماء او السطوح يسموها المحبه للماء. الحاله الثانيه هذا الليكويد اللي عندي مال قطره الماء من تكون مرتبطه على السطح وزاويه الاتصال مالتها اقل من 90 فتسمى بالسطوح الهيدروفيليك، يعني هي مو سوبر، يعني هي مو اقل من 10، لا هي فوق ال 10 بين 90، فنوصف السطح لانه شنو؟ السوبر هيدروفيليك. بالتالي هذا السطح شبيه عنده خصائص محبه للماء. اما اذا اتجهنا يعني فوق زاويه الاتصال 90 اللي يكون شكل القطره شبه كروي، فاحنا لا وصلنا الى مرحله شنو؟ مرحله الهيدروفوبك. اما اذا لا شكل القطره كان هو بيرفكت، يعني بشكل حاله مثالي انه هو كروي وبالتالي ماكو التصاق مع السطح، انا ذاك يسمون شنو؟ يسمى السطح بالسوبر هيدروفوبيك سيرفيس، اي انه عنده خاصيه فائقه الكره للماء. بالتالي من المحاضره اللي دا القيها لنا حاليا نتعامل مع سطوح السوبر هيدروفوبيك اللي شكل القطره مالت الماء شو يكون؟ ليكويد يكون، وشكل مثالي كروي، بالتالي تكون عنده قدره على اقل حركه معينه انه يدحرج وياخذ الملوثات معه في طريقه. انا ما اريد اطيل عليكم بالامور النظريه صراحه، اكثر من نموذج وصف الآلية اللي تتفاعل بها قطرات الماء مع السطح. اول نموذج اللي هو نموذج معادلة يونغ، طبعا هذا النموذج اتعامل مع السطوح المستوية صراحة واللي تكون كيميائية متجانسة، يعني هذا السطوح ما اعتفت خشونة معينة والسيرفيس ستيشن ما تكون جدا عالي، بالتالي زاوية التلامس بين السطح وبين قطرة الماء راح شو تكون؟ راح تكون جدا عالية. ليش تكون جدا عالية؟ لأن السيرفيس تنشن أو السيرفيس انرجي راح يكون عالية نتيجة للتفاعل اللي يصير بين قطرات الماء مع السطح. هذا السطح يكون أملس، بالتالي ما عنده خشونة معينة، فبالتالي شو يصير عندنا؟ شكل قطرة الماء يكون بهالشكل. فبالتالي هذا شو يسمونه النموذج الأول، نموذج معادلة يونغ اللي يتعامل مع السطوح شنو اللي تماما تكون سموث. النموذج الآخر، لا النموذج الاخر هو صار تعديل على النموذج الاول. قال لا، قال انا ما يصير انه اتعامل التفاعل الليكويد مع السوليد فقط في حاله انه انا عندي سطح املس، لا خلي الامر ياخذ مجرى اخر انه انا اتعامل مع السطوح اللي عتفت نوع من الخشونه. فجانا نموذج اخر النموذج العالم وينزل، هذا النموذج دخل لي فكره جديده اللي فكره الخشونه.
فبالتالي صار معيار أساسي حتى أني أحصل سطح فائق الكره للماء وعنده خصائص تنظيف ذاتي، أنه أنا عندي لازم عندي معيار خشونة. فأي باحث، أي باحث يدخل بهذا المجال، موضوع السوبر هيدروفوبيك، موضوع السيلف كلينينج بشكل عام، لازم يحقق لي على الأقل هو معيار شنو؟ معيار الخشونة كحد أدنى. بالاستمرار جانا نموذج آخر اللي هو نموذج العالم كاسي باكستار، فهذا النموذج لا، هذا أيضا دخل لي، أيضا دخل لي مفهوم الخشونة، لكن أضاف له أمر آخر. إذا نلاحظ بالكابشن هذا مال وينزل موديل بالحالة بي، راح نلاحظ انه القعر مالت القطره هو داخل بالتجاويف، صراحه داخل بالتجاويف، يعني انا عندي خشونه لكن القطره وين؟ داخل بالتجاويف. فما خلتني انه انا احقق شنو؟ احقق نموذج شنو؟ احقق نموذج السوبر هيدروفوبك، ما خلتني احقق هذا الشيء. اما بالنموذج الثالث، نموذج الكيسي باكستار، لا، شكل القطره اسفل القطره ما من سبب التجاويف اللي حققتها الخشونه. بالتالي ايش فرض هنا؟ فرض انه هذه التجاويف شو تمثل لي؟ انه هذه التجاويف تمثل لي كوسادات هوائيه. هذه الوسادات الهوائيه نتيجه الانضغاط ما راح تخلي للقطره تنساب وين؟ في داخل هذه التجاويف، وبالتالي شنو؟ ما عندها قدره، ماكو في التعشيق، ما عندها سيرفيس تنشن، فبالتالي اقل حركه معينه راح تدحرج وداخل الغبار او الملوثات الموجوده على السطح معاها. امرين اساسيين صراحه بعد ما خلصت الموديلات، امرين اساسيين حتى تحقق سطح سوبر هيدروفوبك. الامر الاول، انت لازم عندك على السطح رفنس، لازم عندك خشونه عاليه. الامر الثاني، لازم عندك طاقه سطحيه قليله. هذين الامرين هن المعيارين الاساسيه حتى انت تحقق سوبر هيدروفوبك سيرفيس. اذا ما تحقق ان هذين الامرين وعندك سطح سموث تمام، فاقصى شيء، اقصى زاويه اتصال ممكن توصل لها اللي هي شنو؟ اللي هو 120، حتى اذا شنو؟ حتى مع الطاقه السطحيه قليله. يعني اذا انا عندي طاقه سطحيه قليله وما عندي رفنس، فاقصى شيء ممكن اوصل هي زاويه 120. زين، امر اخر، انا حتى احقق بموضوع السوبر هيدروفوبيك، انه انا لازم شنو؟ مو فقط عندي، مو انا من حظ، انا من حققت سطح سوبر هيدروفوبيك، هذا مو معناه انه هذا السطح مستقر، ما لربما السطح ما بيستيبلتي. واحدة من التحديات انه انت شلون تحضر سطح بيستيبلتي جدا عالي. طبعا هذا الامر ما اقدر احقق انه انا فقط حضرت نانو ستراكشر وبالتالي، او حضرت مايكرو ستراكشر، او وصلت انه زياده زاويه الاتصال بالتالي يصير عندي نوع من الاستقرار. لا، لازم عندي حاله من التجانس بين المايكرو ستراكشر والهيترو ستراكشر، على اعتبار المايكرو ستراكشر راح يعطيني الاساس الصلب، والنانو ستراكشر راح ينطيني الانتواءات او يحقق لي موضوع الرفنس وموضوع التجاويف. بالتالي هذا حاله التزاوج بين المايكرو ستراكشر والنانو ستراكشر راح يولد لي ما يسمى بالهيرشكل ستراكشر، او اللي يسمى بالمالتي شيب. هذا الهيرشكل ستراكشر اللي يسوي الحاله الثنائيه بين المايكرو والنانو ستراكشر هو اللي راح يضمن لي شنو؟ راح يضمن لي انه انا احقق سطح هو سوبر هيدروفوبيك سيرفيس. في الحقيقه طرق التحضير بهذا المجال متعدده، ويقدرون العديد من الباحثين انه يحضرون السطوح الفائقة الكره للماء والسوبر هيدروفوبك، يعني بهذا الطرق تبدي من الليثوغرافي، من الالكترو ديبوزيشن، سبين كوتر، الكترو سبيننج، سول جيل، هيدرو ثيرمال بلازما الى اخره. صراحه على الصعيد الشخصي، اني على الصعيد الشخصي، نعم صوته واضح، نعم واضح الصوت، هل بالامكان الوصول الى الاستنتاجات لو سمحتم؟ تمام، انا فقط اريد بس اعرض الصور وراها فيديو وتعبان، خلصت الشيء ان شاء الله، فقط هذين الامرين. صراحه على الصعيد الشخصي حتى تعم الفائده، انه انا بهذا المجال استخدم الطريقتين، اللي هي طريقه انه نسوي موديفيكيشن على السطح عن طريق استخدام الاحماض الضعيفه. هذه الاحماض الضعيفه تتميز انه عندها طاقه سطحيه جدا قليله، فاستخدمنا الزنك اوكسايد المشوب مع الفضه، وسوينا موديفيكيشن على السطح عن طريق مره بحمض الاوليك اسيد ومره بحمض الستيريك اسيد. فصار عندنا صراحه انه حصلنا زوايا كما امامكم، انه الزاويه قفزت من 60 الى 156 صراحه، وصار السطح عندنا جدا يعني صار السطح جدا هو شنو؟ فائق الكره للماء. الحاله الثانيه اللي عن طريق النانو كومبوزيت، صراحه امامكم انه استخدمنا النانو كومبوزيت، فايضا حققنا انه فيها سطح فائق الكره للماء. هذا النموذج صراحه اللي هو الاخير حتى نختم به، هذا النموذج، هذا الفيديو ذا واضح امامكم، هذا طلع صار
هذا طلع صار عن طريق الايبوكسي والزنك اوكسايد اللي صار على موديفيكيشن. فنلاحظ ان هنا شنو؟ راح نلاحظ انه احنا حققنا طلاء للايبوكسي يطلي الاسطح المعدنيه، وشكل القطره هنا شنو؟ تماما سفيريكال، وبالتالي اي حركه بسيطه راح شو يسوي لي؟ راح تدحرج القطره، وبالتالي ضمنت انه انا احقق موضوع السوبر هيدروفوبك. ما اعرف صراحه اذا الوقت يسعفني انه اتطرق لباقي التطبيقات او اختم للاخوه بالاداره. باختصار لو سمحت يعني بدقيقة واحدة. تمام. طبعا صراحه هذا الموضوع هو موضوع متشعب جدا، والتطبيقات يعني لا تعد ولا تحصى، وكلها تعتبر من التطبيقات الحديثه والتطبيقات ذات الجدوى الاقتصاديه العاليه جدا. يعني اذا اريد نبدي بها موضوع تقليل الاحتكاك اثناء نقل الدواء، موضوع منع التاكل، موضوع اصلا التنظيف الذاتي، موضوع انه احنا نسميه موضوع يعني صناعه السطوح اللي مضاده للتثلج، حتى دخل في موضوع صراحه حتى دخل في موضوع ان الامور البلاستيكيه اللي تدخل في جسم الانسان، على موضوع مثلا غسل الكلى والتفاصيل، ان دائما اثناء السحب تصير عمليه مثلا الالم او عمليه احداث جروح او خدوش. حتى هذا الامر يعني التطبيقات السيلف كلينج او السوبر هيدروفوبيك بلشت انه تحلها. وايضا عندنا تطبيق صراحه اللي هو التطبيق اللي هو الدهون او النفط عن الماء، وهذا ايضا في مجال وحده ويحتاج الى شرح لمحاضرات عدده. طبعا انا اشكركم مره ثانيه واسف على الاطاله، وشكرا لاصغائكم. شكرا جزيلا لكم سعادة الدكتور منتظر إسماعيل من اهلا جامعة وسهلا. الكرش للعلوم على هذه المحاضرة القيمة. أنا مسلم. بارك الله فيك. نعم، أعزائي الحضور، مع مشاركة جديدة وأخيرة لسعادة المساعدة الدكتورة هند حسين عبيد، أستاذ مساعد قسم علوم الحياة من كلية العلوم جامعة بغداد، دكتورة أحياء مجهرية، وعضو المجلس العلمي في منصة أريد الدولية، ورئيس اللجنة التنسيقية في العراق، وعضو اللجنة التنسيقية العليا. وستقدم لنا حضورنا الكرام محاضرتها بعنوان النانو تكنولوجي القزم العملاق. ولكن تفضلي سعادة الدكتورة، معك الصلاحية. شكرا أستاذة صفا، السلام عليكم. بالبداية أحب أشكر المنصة، وأحب أشكر بالذات دكتور سلوان على إتاحة الفرصة وطرح الموضوع. أستاذة صفا، أكو صدى؟ لا يوجد دكتورة. موضوع البحث، إذا تلاحظون اختاريت العنوان النانو تكنولوجي القزم العملاق، ولكن طبعا أتفق تماما مع ما أثاره دكتور بشير ودكتورة جليلة حول السمية، لذلك انطيت هذا العنوان اللي به علامة استفهام وعلامة تعجب، لأن دائما الجميع يبحث في ما هي التأثيرات العلاجية، ما هي الفائدة العلاجية، لكن العدد الأكبر من الباحثين يتغاضون عن التأثيرات السمية. لذلك التالي، السلايد التالي، لذلك العنوان النانو تكنولوجي القزم العملاق. ولكن رغم أنه هو القزم، لكن عملاق في التأثيرات والفوائد والميزات. لماذا سمي نانو تكنولوجي بهذا الاسم؟ أصل الكلمة مشتقة من الكلمة الإغريقية نانوس وتعني القزم، ويقصد بها كل شيء صغير، وتعني هناك تقنية المواد المتناهية في الصغر، أو التكنولوجيا المجهرية الدقيقة، أو تكنولوجيا الملمنمات. طبعا يعني الأساتذة أفاضوا في الشرح اللي يخص النانو، لذلك أنا راح أمر عليه مثل ما يقولون مر الكرام، أغنم الموضوع، وحتى ندخل بالبحوث اللي أريد يعني أوصل الفكرة للأساتذة الحاضرين إنه شنو اللي اشتغلناه وشنو اللي لازم نحذر منه بهذا المجال. فنلاحظ بهذا الشكل إنه هناك سواء الحويصلات الهوائية، كريات الدم الحمراء، الشعرة هي بالمايكرون، لكن نلاحظ أنه مثلا الهيليكس الخاص بالدي إن إي، الذرة هي بالنانو وحجمها صغير جدا. السلايد اللي بعده نلاحظ بهذا السلايد، هذه الخلية اللي تحتوي على النواة، نلاحظ ايش قد فرق بين الواحد مايكرون، وايش قد يوجد فرق بين حجم الميت نانوميتر داخل الخلية، يعني هذه الميتوكوندريا هي بالمايكرون، بينما ايش قد انه اكو فرق عن النانو وحجمه الصغير جدا. بعده
السلايد هنا يوضح انه الطريقه اللي تدخل بها المواد النانويه للجسم والتاثيرات المرضيه الجسيمه اللي ممكن تسببها، ممكن عن طريق الفم، عن طريق الاستنشاق، عن طريق ممكن ايضا عن طريق العظام ممكن ان تدخل. فهذه كلها نلاحظ ما لا يوجد مجال لذكرها انه كميه كبيره من الامراض اللي تسببها. داخل الخلية ممكن أن تدخل داخل الميتوكوندريا، النواة، السيتوبلازم، الغشاء الحيوي، وكذلك الحويصلات الدهنية. الآن التطبيقات في مختلف المجالات، الفائدة نلاحظ أن الأساتذة أفاضوا في الموضوع في الناحية الطبية، الهندسية، الزراعية، الصناعية، الغذائية، البيئية. طبعا توجد تطبيقات عسكرية لم يتحدث أحد عنها، توجد في المجال الجنائي أيضا وغيرها من المجالات. هذه كلها فوائد خاصة بالنانو تكنولوجي. لكن نجي لتخصصنا التطبيقات البيولوجية. من خلال البحوث اللي أجريناها مع طلبتنا وأيضا بحوث لأساتذة آخرين إن شاء الله راح أعرضها على السريع حتى لا يعني نأثر على الأساتذة بالوقت، اشتغلنا في مجال مضادات بكتيرية ومضادات سرطانية، وتم دمج الجسيمات النانوية مع منتجات بيولوجية وهي البكتيريوسينات اللي تعتبر إن شاء الله مضادات بروتينية واعدة، ومنها الكولوسين من بكتيريا إشريشيا كولاي والمارسيسين من بكتيريا سريشيا مارسيسنس. طبعا أعطت نتائج ممتازة ومبهرة في زيادة التثبيط، يعني يقل التركيز مال العفو النانو ويقل تركيز أيضا البكتيريوسينات وترتفع قدرة التثبيط إلى أبعد درجة. ولكن هنا السؤال وعلامات الاستفهام اللي في الموضوع في يعني في العنوان، ماذا بعد مميزات النانو العلاجية؟ هناك الجينوتوكسيسيتي، السيتوتوكسيسيتي، الأكيوميليشن حسب ما اشتغلنا في البحوث، لأن يعني من ناخذ الدراسة ما ناخذها بجانب علاجي، يجب أن تكون دراسة متكاملة، ندرس الجانب العلاجي وندرس الجانب السمي حتى نتوصل إلى نتيجة ممكن نعطي توصية أنه يستخدم أو لا تستخدم. الدراسات المحلية المختلفة اللي أجريناها تضمنت اللي خصني بالدراسة جسيمات الذهب النانوية، فنلاحظ التأثيرات السمية الهائلة اللي سببتها هنا في خلايا نخاع العظم الفئران الانقسام، لاحظ المادة الوراثية للفئران تظهر، هذه الناعمة جدا لأن أنا ما عندي مؤشر، ولاحظ الخلايا هي حتى أشكالها مو الشكل الطبيعي لخلايا نخاع عظم الفئران الميلوبلاست. السلايد اللي وراء يوضح هنا أنه الشكل الكروموسومات الفئران هو طبعا يو شيب مو مثل كروموسومات الإنسان أو في شيب، لاحظ وجود الحذف، وجود القطع، وجود الدايسينتريك همينة، هذه كلها بتأثير جسيمات الذهب النانوية. يعني للعلم أنا هنا دمجت للسرعة دراستين، الدراسة الطالب ماجستير تخرج 2017، كان حجم النانو، لأن الجميع يعني أساتذتنا يعرفون أنه الحجم والشكل هو يتحكم بالنتائج اللي نحصل عليها، فهذه الحجم للدراسة، طالب الماجستير كان 70 نانومتر، وأيضا هي نتائج أيضا مدمجة لطالب الدكتوراه يعني تخرجت 2020 كان الحجم 36 نانومتر. هنا والمهم جدا هذا فحص المذنب الكوميت أسي اللي يوضح التلف بالمادة الوراثية DNA داخل النواة، نلاحظ يعني الصورة اللي تكون بشكل المذنب هو إجل الاسم من عنده، هذا معناه ده يصير تحطم يعني degradation fragmentation بالمادة الوراثية تخرج من النواة، كل ما زاد طول المذنب كل ما أنه تكسرت المادة الوراثية بصورة أكبر، هذا طبعاً لحجم النانو اللي كان 36 نانومتر. ضمنت الدراسة أيضاً الدراسة على الأعضاء، جميع الأعضاء، القلب، الدماغ، العظم، في دراسة من ناحية يعني التأثيرات النسجية وأيضاً الأكيوميليشن داخل هذه الأعضاء. طبعاً صار الأكيوميليشن داخل جميع الأعضاء بنسب متفاوتة حتى في الدماغ، لكن وهذا الغريب يعني المفروض الدماغ هو يحمي نفسه ما توصل أي مادة، لكن الحقيقة وصلته بكمية كبيرة. أكبر سلايد اللي بعده، أكبر تجمع كان في العظم، يعني العظم نفسه مو المادة النخاعية داخل العظم، كان أكبر تجمع لجسيمات الذهب النانوية.
ولكن للعلم يعني حتى تطمئنون، كانت تأثيرات نسجية في جميع الأعضاء، لكن الدماغ ما كانت ما ظهرت تأثيرات نسجية رغم تجمع النانو داخل الدماغ. السلايد اللي بعده نلاحظ هنا التأثير على، طبعا اختصرتها مو كلها، السلايد اللي بعده هنا التأثير، لا العفو أستاذ عدنان القبلة، أنا يعني ما تظهر عندي السلايد اللي نعم، هنا التأثير على الكلى والكبد والطحال. وضعت صورة، صورة هي فقط، نلاحظ هنا التأثيرات ظاهرة، ده يصير يعني مثل التجويف، وده يصير أيضا نكروسيز وتجمع للخلايا المناعية بصورة كبيرة، انفلاميشن يعني ده يصير التهاب بصورة كبيرة بتأثير الجزيئات النانوية. طبعا هذا شمل الحجم 36، لكن هذه الصور اللي ظاهرة أمامكم للحجم 70، يعني أفضل من الصور اللي هي الثانية، فوضعتها كاختصار أيضا. لو نجي بصورة مبسطة وسريعة أيضا حتى يعني نكون بأمنين، لكن هذه الدراسة أيضا لو نكمل هسه بعد الذهب اللي كان ضمن دراستنا، طبعا كثير من النتائج، لكن وضعت أهم النتائج لحضراتكم حتى تأخذون بنظر الاعتبار أنه التأثير السمي دراسته جدا مهمة. هنا دراسة جسيمات الفضة النانوية والسيليكون والتيتانيوم والزنك، هذه لم تكن لي، لأستاذ الدكتور عادل مشعان ربيع اللي درس التأثيرات السمية طلابه، طبعا هاي 3 طلبة، وأنا طبعا استأذنت بعرض النتائج بصورة مختصرة بس فقط حتى الجميع يعرف أنه أكو دراسات ومستمرين بها إن شاء الله وتأثيراتها. جميع هذه الأنواع من الجسيمات النانوية كان لها تأثير على إنزيمات الكبد وعلى إنزيمات الكلى وعلى الغدة الدرقية، الفانكشن مال الغدة الدرقية. كذلك الأكيوميليشن، التجمع بالأعضاء أيضا كان لها، كل جميع هذه الأنواع تجمع بالأعضاء، يعني هذا اللي أريد أشيره. يعني اللي استغرب أنه في مرة من المرات حضرنا مناقشة خطة كانت عن الزنك، فمن طرحت موضوع الزنك النانوي، طبعا من طرحت موضوع أنه يجب أن تدرسون التأثيرات السمية، الأستاذ المشرف ما قبل، قال الزنك ده يستعمل، كنا في زمن أصلا كورونا ده، يعني أنا قلت له دكتور الزنك اللي ده ناخذه الزنك ليس نانوي، فمنظمة الصحة العالمية أوصت أنه يستخدم، وكذلك النحاس وغيره، لكن من نتكلم عن النانوي لا، الأمر يختلف، يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه هذه الصغر الحجم تقدر تدخل في أي مكان وتتجمع. وكمعلومة أيضا يعني حتى للفائدة، يعني إحنا من ده نستخدم من خلال البحوث اللي أجريناها، نستخدم تركيز عالي من يعني نحقنا انترابريتونيال داخل البريتون بالفئران، حقيقة ما راح تجي التأثير، الدوز يعني أقصد الدوز، الجرعة من تكون كبيرة ما راح تجي التأثير، وهذا بينما الجرعة القليلة بيها تأثيرات وتأثيرات كبيرة. اللي فسرناه لأن الجرعة العالية ده يصير بيها تجمع بنفس المكان، يعني الأجريجيشن مدى تنتشر، فمو أنه هي متأثر، ده تتجمع من ده تحقنها مدى تنتشر، بينما الجرعة القليلة بسهولة ده تقدر تنتشر وتسبب تأثيرات سمية عالية جدا. وعذرا إذا أطلت عليكم، تكلمت بصورة سريعة لأن الوقت أدركنا. شكرا جزيلا ونتمنى لكم كل التوفيق. جزيل الشكر والتقدير لك سعادة الدكتورة هند حسين عبيد، عضو المجلس العلمي لمنصة أريد الدولية، على مشاركتك القيمة، بارك الله فيك وتقبل منك. وننتقل معكم إلى كلمة الختام لسعادة البروف سلوان كمال جميل العاني، رئيس تحرير مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. تفضل سعادة البروف، معكم الصلاحية. شكرا جزيلا أستاذة صفا، بارك الله بك على جهودك، وبارك الله بفريق الفني الأستاذ عدنان وبقية الطاقم. الحقيقة لابد أن أشكر جميع الحضور اللي لم يذكرهم أخي العزيز أستاذ الدكتور رزاق، والدكتورة مريم، دكتور عبد الله، دكتورة شيماء، دكتور منتظر، دكتورة هند، الذين يعني ساهموا مساهمة كبيرة في هذا الملتقى. واستطيع ان اقول ان الملتقى قد حقق الاهداف المرجوه منه في طرح مواضيع مهمه في الجانب التطبيقي والعلمي والتقني والمستقبلي. هذه نرجو ان تكون يعني قد
خلقت جو من التفاعل وفهم لهذه المواضيع، وبالتالي ستنشر هذه المحاضرات إن شاء الله على قناة اليوتيوب الخاصة بالمنصة، لكي تبقى يعني فائدة للباحثين، ولكي يكون هناك تواصل فيما بينهم. أما ضيوف الملتقى اللي هم من خارج منصة تريد، فسيتحدث الأستاذ عدنان عن كيفية التسجيل في المنصة إذا رغبوا بذلك، حتى يكون لهم مدخل إلى المستقبل أيضا في نشاطات المنصة، وبنفس الوقت يستطيعوا تحميل الشهادة. شكري وتقديري لكل الجميع، ونعتذر عن يعني طول الوقت، عن الوقت المتاح. السبب رغبة الأخوة المتحدثين الذين طلبوا أن يشاركوا، لم نستطيع أن نرد أحد منهم، وإحنا نشكرهم، لأن لولاهم لما ينجح هذا الملتقى، ولولا منصة أريد ودعمها الفني والتقني أيضا، لم نستطع أن نتحدث مع باحثين ومتحدثين في كل أرجاء العالم. فنرجو من الله التوفيق إن شاء الله، وإلى إن شاء الله ملتقى قادم في الشهر القادم، سيكون لدينا الملتقى الرابع، ولنا لقاء إن شاء الله في مسائل متعددة في ذلك اللقاء لا أريد أن أتكلم عنها، سيتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي والعلمي. وأتمنى لكم ليلة سعيدة، مع الاعتذار إذا قصرنا في أي موضوع مع أي أحد في الحضور أو الأخوة المتحدثين، ونرجو ممن تقدم محاضرته أن يعني يكمل هذا الجهد بكتابة بحث يحتوي على أجزاء المهمة من البحث العلمي، ليتم تحكيمه ونشره في هذا العدد القادم أو العدد الذي يلي. شكرا جزيلا، وتصبحون على خير. شكرا جزيلا لكم سعادة البروف سلوان على هذه المشاركة والإدارة لهذا الملتقى والمجلة الرائعة، مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا. بارك الله بجهودكم ووفقكم وحفظكم، ونشكر باسمكم جميع المتحدثين والخبراء والعلماء الذين أثروا هذه الجلسة ببحوثهم القيمة والرائعة. ننتقل معكم حضورنا الكرام لشرح كيفية طريقة التسجيل للأعضاء الجدد للاشتراك المجاني بمنصة أريد، وأيضا طريقة تحميل شهادة الملتقى مع الأستاذ عدنان قرعتي. فليتفضل أستاذ عدنان، معكم الصلاحية، مشكورا مأجورا. تفضل أستاذ عدنان. شكرا أستاذة صفا، بارك الله فيكم. نعم، كل الشكر موصول إلى جميع المحاضرين الذين أثروا هذا الملتقى بمعلومات رائعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحبتنا الكرام، على عجال إن شاء الله سنقوم بشرح طريقة الحصول على الشهادة بشكل إن شاء الله يكون مفصلا، ويستطيع الجميع إن شاء الله الاستفادة منه. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة منصة أريد العلمية، فنقوم مباشرة بالدخول إلى الرابط الخاص بالمنصة، ويظهر كما يظهر أمامكم. بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول مباشرة يدخلون إلى الصفحة الرئيسية. أما بالنسبة للأعضاء الجدد الذين لم يكونوا مشتركين أو ليسوا أعضاء بالمنصة، فبإمكانهم تسجيل حساب جديد، ولا يتطلب الأمر سوى بضع معلومات بسيطة، منها الاسم باللغة العربية وكذلك الإنجليزية، وبريد إلكتروني فعال، وتأكيد البريد الإلكتروني، ثم كلمة المرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها. بعد ذلك نقوم بالضغط على التسجيل، زر التسجيل، فتأتينا مباشرة رسالة التأكيد أو رسالة التفعيل على البريد الإلكتروني الخاص بنا. نعم، بعد ذلك أحبتنا الكرام ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة الواضحة أمامكم، وهذه هي الصفحة الرئيسية أو ما يسمى بالحائط. تجدون أحبتنا الكرام بالطرف الأيمن للشاشة نظام عليم. نقوم بالضغط على نظام عليم،
بالطرف الأيمن للشاشة، أرجو أن يكون واضحا أمامكم، ومن ثم ننتقل إلى الأجزاء الخاصة أو الأقسام الخاصة بالنظام عليم. نختار منها المحاضرات القادمة، نختار قسم المحاضرات القادمة. ننتقل بعدها مباشرة إلى هذا القسم والذي تشاهدون فيه جميع المحاضرات التي قدمت وأيضا إن شاء الله ستقدم. نختار منها الفعالية التي نحن بصددها وهي الملتقى العلمي الثالث، نضغط على الرابط الخاص به فننتقل مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالرابط أو بالملتقى. سوف تظهر لنا زر أخضر مكتوب عليه تسجيل. نعم أحبتنا الكرام، نقوم بالتسجيل، بعد ذلك تظهر أمامنا زر إصدار الشهادة باللغة العربية وهي مجانية تماما. نضغط على إصدار الشهادة باللغة العربية فتظهر أمامنا هذه الصفحة الخاصة بتحميل الرابط أو تحميل الشهادة. نضغط أحبتنا الكرام على تحميل الشهادة الإلكترونية، ثم ننتظر ثوان فتنزل الشهادة بهذا الشكل، وتشاهدون فيها أيضا شعار المنصة والرابطة وأيضا عنوان الملتقى. نعم أحبتنا الكرام، هذه الطريقة إن شاء الله شرح لطريقة الحصول على الشهادة. وأيضا ننوه أحبتنا الكرام إلى أنه إن شاء الله سنقوم غدا برفع التسجيل لهذا الملتقى على صفحتي الخاصة بالمنصة وعلى اليوتيوب طبعا، هذه هي الصفحة الرئيسية أو صفحة المنصة على اليوتيوب، وتشاهدون فيها جميع الفعاليات والمحاضرات التي قدمت هنا إن شاء الله. وغدا بإذن الله نرفع المحاضرة أو تسجيل المحاضرة. نعم بارك الله فيكم، والكلمة الختامية مع الأستاذة صفاء، فتفضلي. بارك الله فيكم. كل الشكر والتقدير لكم أستاذ عدنان قرعشي على هذا الشرح المميز والرائع، جزاكم الله خيرا وتقبل منكم صالح الأعمال. أود التنبيه على ضرورة المتابعة على صفحات المنصة لمواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل جديد وكل ملتقى وندوات ومحاضرات منصة أريد العلمية، وأيضا بخصوص التوصيات الختامية ندعو الذين المتحدثين الرائعين الذين أثروا هذه الجلسة بتقديم توصياتهم العلمية على موقع الواتساب للمنصة، وندعوكم أعزائي الحضور لمحاضرات جديدة إن شاء الله، ومن أفضل الابتكارات العلمية لتقنية النانو تكنولوجي تقنيات توصيل الدواء المستهدف وتنقية المياه واستشعار الأمراض. في ختام هذا الملتقى نشكر جميع العلماء والخبراء الذين أثرونا بأبحاثهم المميزة والفريدة، ونأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الأبحاث واستثمارها لتطوير أبحاث جديدة وعلمية. نشكركم الشكر الجزيل حضورنا الكرام على حسن الاستماع والمداخلات، ونلقاكم على خير في ملتقيات جديدة إن شاء الله. ونختم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ودمتم متألقين ومبدعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لكم.